نجمة اف ام، كنوز اف ام، ويوليس اف ام. شاكر، نرحب بالاعضاء النواب اللي لبوا الدعوة متاعنا وباش يرافقونا خلال ساعتين في هذا البث المباشر الموحد. سنرحب بكم السادة النواب بحسب الترتيب الأبجدي، ورحب بالنائب حاتم المليكي، مرحبا بك. مرحبا يعيشك، شكرا. مرحبا بالنائب السيد حسون الناصفي. أهلا وسهلا. النائب سالم الأبيض. أهلا وسهلا، مرحبا. ورحب أيضا بالنائب السيد عامر العريض. أهلا وسهلا، مرحبا. النائب عدنان بن إبراهيم، مرحبا بك. شكرا على الدعوة. السيد علي الطياشي، مرحبا. مرحبا بك. والنائب ياسين العياري، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا. هما جالسين طبعا حسب الترتيب الأبجدي، وسيتم طرح الأسئلة بنفس الترتيب، من ثم يتم عكس الترتيب. هذيك علاش اليوم باش نحكيو على مضمون مهم جدا شاكر، وهو مضمون التقييم، مضمون المساءلة، وكيفاش النواب اللي عطاو وعود انتخابية يمكن لهم أنهم يجاوبوا الجمهور ويجاوبوا الناخبين متاعهم. والنواب سيناقشون الوعود الذي وعدوا بها. المساءلة طبعا هي مرحلة مهمة في المسار الديمقراطي التونسي، واللي باش تعبر بالدولة إلى بر الأمان. ليس الهدف من المساءلة وضع أحد في قفص الاتهام، بقدر ما هي وسيلة لوضع آليات منطقية لتحقيق الأهداف. المحاور ستكون كالآتي سيد النواب: المستجدات الوطنية، أسئلة متوجهة من التوانسة، أسئلة من الناس اللي حاضرين معنا اللي جاوكم من مختلف مناطق البلاد، ونحيوكم برشا على ذلك جمهورنا الكريم، باش نتناولوا دور النائب، العمل متاعه، واجباته، وأيضا سنطلب منكم السادة النواب اقتراحات جديدة باش تنفذوها خلال السنة النيابية الأولى، يعني حتى تاريخ نوفمبر 2020. طبعا كنا نعرفوا الأحداث الوطنية، وفي حالة بث كلمة المكلف بتشكيل الحكومة في نفس التوقيت، يعني نفس توقيت البرنامج لهنا، يمكن وسنعرض هذه الكلمة، ثم نرجع إلى النقاش والتناظر. خطاب تتابعوه معنا مباشرة لهنا من 99 يوم من البرلمان. شكر نواب البرلمان ومنتخبيهم في برنامج تلفزيوني مباشر يناقشون فيها أعمالهم اللي وعدوا بها. هذاك علاش باش نبداو قبل كل شيء بالمستجدات الوطنية. والسؤال الأول، وباش نبداو معك سيد حاتم المليكي، هل ستمنح ثقتك لحكومة السيد الياس الفخفاخ؟ الحكومة لا، تونس إيه؟ سمحنا؟ الحكومة لا، تونس إيه؟ النجم نفهمه أكثر؟ إذا تعلق الأمر بحكومة السيد الياس الفخفاخ لا، وهذا موقفنا واضح. إذا ارتهن الياس الفخفاخ تونس والتونس هي الرهينة، سيكون صوتي لتونس. تقصد هوني حل البرلمان؟ تونس البرلمان تحل على روحه، أما مش تدخل بتونس في فراغ وندخل بتونس في فوضى، لا، لن أسمح بذلك. شنو السيناريو سي حاتم اللي باش تدفعوا به في حالة عدم منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ؟ إذا حكومة الياس الفخفاخ عندها حزامها السياسي مكنها باش تعدى من البرلمان، مبروك عليها. إذا كان كالعادة ما تفهمناش ومش ندخلوا تونس في الله، سأمنح صوتي لتونس. ما هو المقصود بتونس سي حاتم المليكي؟ مازال عندك 26 الحكومة، أمنح صوتي للحكومة في حالة واحدة، إذا كان سقوط الحكومة يدخل البلاد في الخراب، إذا كان عندها مبروك عليها، لن أمنح صوتي. واضح جدا، مازال عندك 15 ثانية. أعطيك كمان 15 ثانية، خاطر قالوا لي السؤال. هذا شيء واضح، خاطر اليوم ما عادش نحكيو على حكومة، ولينا نحكيو يا نعديو حكومة يا نعديو للبلاد للفراغ. أنا شخصيا بالنسبة للحكومة لا، ما عندي حتى علاقة بها، ولكن إذا كان ارتهنوا تونس نمنع تونس. انتهى الوقت، دقيقة لكل نائب. سيد حسون الناصفي، القرار باش يكون بعد الإعلان الرسمي على التركيبة الحكومية. إلى حد هذه اللحظة قبل الاطلاع على التشكيلة الحكومية اللي باش يقدمها سي الياس الفخفاخ واللي باش يقترحها على مجلس نواب الشعب، ما نجمش نقول لك أني باش نمنح الثقة وإلا لن أمنح الثقة. بعد الاطلاع على التركيبة النهائية ستجتمع كتلة الإصلاح، وسيجتمع أيضا الأحزاب المكونة لها باعتبار أني أنتمي إلى حزب سياسي، وسنتخذ القرار المناسب ويتم الإعلان عليه قبل موعد الجلسة العامة الخاصة بمنح الثقة لهذه الحكومة. فقط التصويت هذا بالذات، وسيكون لأول مرة أعتقد في تاريخ تونس إلى حد الآن، تصويت النواب في هذه الجلسة العامة لن يكون تصويتا موضوعيا، وإنما سيكون الطابع الذاتي
والطابع الشخصي ووضعية البلاد وانتظارات مثل هذا القرار وتبعاته ستكون حاسمة في اتخاذ قرار منح الثقة من عدمه. وبالتالي حتى لو كان فما نواب غدوا بشي صوتوا مع هذه الحكومة، أعتقد أن هناك مجموعة منهم لن تصوت عن قناعة تامة، وإنما نتيجة الظرفية اللي تعيشها بلادنا في هذه اللحظة. شكرا لك. السؤال لك سي سالم لابيض، نفس السؤال، تمنح الثقة أم لا لحكومة السيد الإسلام فخفاخ؟ بطبيعة الحال سأمنحها الثقة، وحركة الشعب قررت أن تمنح الثقة لحكومة السيد الإسلام فخفاخ. هذه الحكومة جاءت بنتيجة نضالات كثيرة ونتيجة جهد كبير ونتيجة معاناة لتشكيلها. نحن لا يمكن أن نترك الوضع السياسي هكذا بدون يعني ضمير حي يحميه بأن ندفع البلاد نحو المجهول عندما نسترجع التاريخ ونستنجد به ونفسر به الظواهر السياسية. نعرف أن تونس اليوم تعيش ما يشبه التنازع الدستوري حول مصيرها المستقبلي. رئيس الجمهورية يقول سنلجأ إلى فصل 89، حركة النهضة اللي هي كتلة كبيرة في البرلمان ورئيسها لديهم تأويل آخر وتحدثوا على فصل يتعلق بسحب الثقة من الحكومة. هذه التأويلات والمنازعات الدستورية تخيف، قد تتحول إلى صراعات سياسية عميقة وهيكلية. في تونس هناك أزمات سياسية حادة جدا وقعت في تاريخها، الأزمة البشير الحسينية، الأزمة البرجيبية اليوسفية، أزمة الإسلاميين مع بن علي، الصراع الآن بين منظومة قديمة ومنظومة جديدة، كلها مخاطر تهدد تونس. شكرا. وبالتالي يجب أن نذهب لإعطاء الحكومة لحماية تونس من الفراغ. شكرا لك. السؤال موجه لك سي عمر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية لكل المستمعين والمشاهدين. نحن كما تعرفون حريصون على الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار في البلاد، ولذلك أريد أن أتوجه إلى المستمعين والمشاهدين جميعا وأن أطمئنهم بأننا بإذن الله سنصل إلى اتفاقات وستكون للجمهورية حكومة خلال الأيام القريبة القادمة. الاتفاقات النهضة تصويت الحكومة النهضة سي عمر؟ أنا بصدد إجابتك يعني. فقط النهضة حريصة على أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، ولكن إذا تعهد السيد الرئيس المكلف الياس الفخفاخ بالعمل على تطوير هذه الحكومة في هذا الاتجاه خلال المدة القريبة القادمة، فإن شاء الله النهضة ستصوت لهذه الحكومة. ما معنى أن تتعهد أن يتعهد السيد الياس الفخفاخ بأن تكون حكومة وحدة وطنية في المدة القادمة؟ معناها بعد منح الثقة تولي حكومة وحدة وطنية؟ هو الوقت وفاء، معناها مش زيدني وقت. تفاعل دقيقة عندك للتفاعل. طبعا أوكي. مهم أوكي. جدا. معناها أنه النهضة حرصت خلال هذه الفترة أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية. لا جاوبني، لأننا لا نريد أن نقصي، لن يقصى أحدا. أي، وهذا هو جوهر الموضوع. أي معناها تتمنح الثقة للحكومة ثم من بعد تولي حكومة وحدة وطنية، يطرأ عليها تغيير. هو جهد وطني، لانه احنا حريصين على ان نصل الى حل. ما جاوبنيش نجاوب فيك. لا لا سامحني، ما نحبوش نمشوا الازمه، نحبوا نمشوا الحل. الحل اللي نجم يكون دفعه واحده ولا نجم يكون على مراحل. اذا وصلنا الحل على مراحل مش مشكل، المهم البلاد يكون عندها حكومه. شكرا لك. لانه في الاكتواليتي هذه النقطه مهمه جدا. تشكلت الحكومه وانتهى الامر. انتهى الامر، تاكد لنا ذلك. ناكد ذلك. واضح ماهيش حكومة وحدة وطنية. هذا في انتظار كلمة السيد الياس الفخفاخ اللي باش تابعوها معنا مباشرة. نكملوا شكر. السؤال لك سي ياسين، هل ستمنح الثقة لحكومة السيد الياس الفخفاخ؟ لا. ممكن زميلي عدنان قبل هكا؟ بالشور عدنان قبل. على العين والراس. نجم معلش. تفضل. السؤال لك ما يسالش. بالترتيب الأبجد يا عدنان قبل. مشينا بالعكس. بالعكس. 4 7 6 5. سؤال لك سي ياسين ما يسالش. لن أصوت على حكومة الياس الفخفاخ، مع أمل وعمل ما ثماش مفاجآت. لما قدمنا برنامج انتخابي للناس شو قلنا لهم؟ قلنا لهم إذا عنا أقل من 9 نواب سنكون في المعارضة. ما معنى أن تكون في المعارضة؟ الفصل 46 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقول أنه من شروط أن تكون في المعارضة تصوت ضد الحكومة. سنحترم برنامج الانتخابي بالحرف. أنا من شاطر زملائي أنه الوضع خطير أو تشبيه بصراع. الحمد لله في تونس فيش تصارعوا اليوم، كل واحد يجبد على الآخر فصل في الدستور.
في بلدان اخرى يجدوا العصي يجدوا السلاح يتعاركوا، لا احنا فتنا هذا، لا خوف على تونس. اعتقد اليوم عدينا ازمات كبرى، توفى رئيس الله يرحمه، صارت ازمات دستوريه، صارت مشاكل، لكن اقصى ما يفعل تونس اليوم شنو؟ يفتحون الدستور ويتصارعون بفصول الدستور. اعتقد انه اعاده الانتخابات ليست ذلك الشر المطلق، يعني هي اليه دستوريه كما كل الاليه الدستوريه. اعتقد انه الموضوع ينجم يعطي مناخ سياسي انظف لو طرح موضوع العتبه، ساصوت على العتبه. توقيت انتهى، شكرا لك. فقط سؤال التفاعل، هل عندك ثقة في حالة أنه تم إعادة الانتخابات، السيناريو هذا، أنه يتم انتخابك سياسي؟ لا، سأسعى لذلك، سأطرح نفسي على الناس، وإذا ما ربحتش يعني ليست نهاية العالم. نسبق مصلحة البلاد واستقرار المناخ السياسي على كرسي يمشي ويجي. شكرا سعد نين، الكلمة ليك سيد النائب، نرجع لك. شكرا. احنا الكتلة الوحيدة اللي موقفها واضح منذ البداية، اخترنا أن نكون في المعارضة لمسألة مبدئية وجوهرية. احنا قدمنا برنامجنا للانتخابات، قلنا لو اسعفنا الحظ وصوت لنا الناخبين سنكون في الحكم، اذا كان قدرنا ان نكون في المعارضة سنكون في المعارضة، ولكنها ستكون معارضة جدية، معارضة تطرح البدائل للشعب التونسي، مش معارضة كلاسيكية تكتفي بالمعارضة فقط. وهذا ظاهر حتى في عملنا في البرلمان، في مبادراتنا لإنقاذ حالة الاقتصاد. احنا نرى ان الحكومات في ظل هذا النظام الانتخابي الأعرج اللي اليوم فما ضرورة باش يتبدل، في ظل الفراغات الدستورية اللي قابلة للتأويل وغابت عليها المحكمة الدستورية، اليوم فما مسائل مهمة تطرح على المجتمع التونسي وعلى التوانسة، ما خوفوش التوانسة من الفراغ. نحن سنكون في المعارضة، ان كتب لهذه الانتخابات ان تعاد نحن مستعدون لها، أتم الاستعداد. شكرا لك. سعدني. مرحبا. تحية للجمهور الحاضر، تحية للي شاهدوا فينا. كل أنت تعرف اللي إحنا في الاتحاد الشعبي الجمهوري تم دعوتنا لحضور العديد من الجلسات التشاورية فيما يخص الوثيقة التعاقدية اللي كان قدمها سيد الياس فخفاخ وقدمها الفريق العامل معه. كنا جلسنا على طاولة الحوار بكل جدية واقترحنا مقترحات جدية لتنقيح هذه الوثيقة أو لتعديلها. بين المقترحات نتاعنا كان انه يلزمنا اليوم نعتمدوا سياسه حمائيه باش نحميوا الاقتصاد نتاعنا، مؤسسات صغرى مؤسسات متوسطه. اليوم يلزمنا نراجعوا قانون استقلاليه البنك المركزي اللي راو اللي هو قانون مجحف في حق الشعب التونسي، اللي اليوم البنوك التجاريه قاعده توظف علينا في 4% ندفعوا فيها احنا المواطنين من جيوبنا، يعني دافعي الضرائب. كيف نفس الشيء كان طرح انه ياخذ خلينا نقول جزء من السلطه التشريعيه، حبينا نعرفوا شنو هي مجالات وطبيعه هذه والفتره اللي باش ياخذ فيها السلطه التشريعيه. كنا طرحنا انه صحيح اللامركزيه موجوده اليوم دستوريا، لكن اليوم ماناش في فتره باش نمشيو للامركزيه في ظل ضعف مركزيه الدوله. كيف زاد كنا طرحنا الموارد اللي يحكي عليها سياسه الفخفاخ، منين باش نجيبوها؟ اسكو باش نمشيو في نفس سياسه التدين ولا في الضغط الجبائي على المواطن ولا على المؤسسات؟ توقيتك وفاه، شكرا. من باب سامحني فقط اكمال، من باب انه البرنامج لا يرتقي الى طموحات الاتحاد الشعبي الجمهوري ولا الى من صوت الاتحاد الشعبي الجمهوري، لكن تغليبا للمصلحه الوطنيه سنصوت لحكومه الياس فخفاخ. شكرا لك. شكرا. سعد نين بن ابراهيم. عندنا سؤال اخر شاكر. نمروا الى سؤال متعلق بحادثه خطيره وقعت قدام المجلس، شاب حاول الانتحار قدام المجلس وحاول شباب اخر اقتحام المجلس. نحكيو هنا على شباب من اصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل واللي عندهم اشهر معتصمين امام المجلس، اي على مرأة ومسمع منكم ساده النواب، علاش خليتوا الوضعيه هذه توصل للدرجه هذه من الخطوره؟ والبدايه معك سي حاتم. حاجه الاولى، مساله الشباب هذا اللي عاطل على العمل مساله ولت مزمنه بالنسبه لتونس، وبالحق هذا اللي يقول راي تونس ماهيش في خطر ما نعرفش شو يحكي. تونس في خطر محدق بها، شبابها مرمي في البحر، شبابها متعرض لكل الانتهاكات، اللي يقرا واللي خذا شهادته واللي قاعد في دارهم، الناس قاعده تعاني، شباب تونس قاعد يعاني. اليوم ما عندناش حكومه، حكومه نتاع ناقصه 9 وزراء نتاع فراغ، حاله فراغ موجوده في تونس. شباب وين قاعد يمشي توا؟ يمشي لمجلس النواب. مجلس النواب يحاول باش يقوم دور، ولكن تشغيل المواطنين دور السلطه التنفيذيه، دور الحكومه اللي موجوده. احنا يوميا نتلقاو في شباب يدخلونا للبيرو، نسمعوهم نتعاطفوا معاهم نحاولوا نلقوا لهم حل. قبلنا قداش برشا شباب في تونس، ولكن هذه مسؤوليه الحكومه. نحن كي نقولوا عايشين في حال فراغ، عايشين في حال فراغ، راه ما عندناش حكومه تتلهى بالمواطنين ما عادش تاخذهم. الشباب اللي قاعد يحاول ينتحر، سامحني، رمزيه المشهد انه شباب تونسي معطل على عمل يعلق حبل ويحب يطلع فوق باب المجلس
المجلس بشير انتحر، هذه هي الرمزية اللي نحثوكم عليها اليوم لأنهم جاوكم وما لقاوش حل. هذه يعني نحطوا روايحنا شوية في ذهنية الناس. مسيلش أنا خلينا نحكي لك أنا أنت شنو نحن مشاكلنا ولا معاناة النواب قدام معاناة الشباب قدام معاناة الشباب هذوما. هذه مسألة وطنية عنا سنين ونحن نحكيوا فيها. هي ثورة بيدها قامت على الناس المعطلين وعلى الناس المهمشين وعلى البطالة. تسع سنين ما عملنا حتى شيء، جوغ سياسة حديد انتقال ديمقراطي ولتو ما حليناش المشكلة. احنا كنواب يوميا نستقبلوا في العباد وهذيك مسؤولية الحكومة. شكرا لك سيد النائب حاتم المليكي. نفس السؤال ليك النائب حسون الناصفي. هذوما شباب جاوا من ولاية القصري. وقت اللي تشوف في السنوات الأخيرة مش عام مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة مش خمسة صار تجميد على مستوى الانتدابات في الوظيفة العمومية. وكي تزيد تمشي الولاية كبولاية كيما ولاية القصرين تشوف هل فما استثمارات؟ فما معامل؟ فما مصانع؟ فما مؤسسات؟ فما شركات قاعدة تتبعث في الولاية هذه باش تفتح أمل للناس هذه وتعطيهم باب بتاع أمل أنه يمكن يتم انتدابه في يوم الأيام في إحدى هذه المؤسسات؟ ما فماش. لا الوظيفة العمومية بابها مفتوح ولا القطاع الخاص في ولاية كما ولاية القصرين فيه بوادر بتاع انفراج في المستقبل القريب. ما ينجم يصير كان مثل اللي شفناه البارح. لكن وقت اللي تتوجه المجلس نواب الشعب اعتقد انه الوجهه اعتقد ونقولها بصراحه انه الثنيه ماهيش صحيحه، ماهيش هذيك الثنيه الصحيحه. الثنيه هي انه حكومه لابد ان تكون عندها رؤيه واضحه باش تنجم تفتح ابواب الامل امام شباب حامل لشهيد عليا وتعطيه بوادر حتى صغيره باش انه راهو ممكن مستقبله يتغير في عام ولا في عامين ولا في الثلاثه اللي جايين. سي حسون انتم تراقبوا الحكومه. راقبنا الحكومه وحكينا في الموضوع هذا اكثر من مره. وديما كي نقولوا احنا راهي الحكومات المتعاقبه بدون رؤيه وماهيش قاعده تفتح في افاق وافق صحيحه وتعطي بوادر امل للشباب برشا ناس تشوف انه كلامنا يدخل في اطار المزايدات. لكن هذا اليوم الواقع اللي نعيشه فيه في تونس وماهوش كان شباب القصرين، شباب العديد من ولايات الجمهوريه يعيش نفس المشاكل. شكرا. وسؤال لسي سيد النائب سالم الابيض. بربي انا عندي ملاحظه تقنيه. كانت بعدوا لي الكرسي شويه باش نشوف الوقت. داكور دوسي سيف توا تحب توا قبل ما تبدا. يعني في البدايه لقيت روحي متجاوز في حديثي وانا متعود نلتزم بالوقت. داكور دو باهي دقيقه ونذكرك كل مره ما يسالش خاطر توا مش ممكن. لا علاش بعدوا لي الكرسي خلينا نشوف الوقت الناس كلها من غير ما تذكريني انا توا نذكر نفسي بنفسي. تقنيا توا مش ممكن على ما اظن. ما يسالش سي سالم وقت الفاصل خليني نتكلم لين نكمل. خليني نتكلم لين نكمل لنتوفى دقيقه لين نكمل انا. لا لنتوفى ولا اعطيني الوقت انا نضبط به. باهي تفضل تفضل سيدي. عامل باش نشوف لك الوقت سي سالم انت عندك ثقه فيه. لا عامل يشوف بعينيه وانا نشوف بعينيه. ما يسالش معناها. انتم نواب بعض. اختار شكون. هو في النهار وانا في حركه الشعب. يلا. كل واحد عنده عينه. والشعب يتفرج معناها والشعب يتفرج انا نمثله. باهي المساله دقيقه سي سالم الابيض. الشباب اللي حاولوا انهم ينتحروا عندكم في المجلس كيفاش جاوبنا؟ شوفي الشباب مش حاول ينتحر على معناها الحديد نتاع باب المجلس. الشباب ينتحر بصفة جماعية في تونس، ينتحر في البحار، ينتحر معناها بالموت البطيء، ينتحر بالمخدرات، ينتحر بالقتل معناها اللي هو عدم تأمين الحياة الكريمة. القضية مش قضية شعارات. أنا كنائب في حدود استطاعتي نحاول نتدخل عند القطاع الخاص. هل قابلتم من الناس الحالات في الحالات الشباب هذوما قابلتهم منهم السلام. كثير انا في الدوره اللي فاتت وفي الدوره اللي نفس هذا الشباب اللي حاول الانتحار قابلت منهم كثير الشباب هذوما واللي جو للانتحار شفتهم قبل باسبوع باسبوعين جو للمجلس. تبقينا باش نكونوا عمليين. شوفي حكومات المتتاليه من 2011 وقبل 2011 لما سقط بن علي كان عندنا 650 الف بطال في 2011 منهم 250 الف بطال من اصحاب الشهادات. اليوم المساله هذه لم تتوقف. احنا شنو دورنا؟ ثم جانب ذاتي نقوموا به في علاقه بالقطاع الخاص واحنا قايمين، في علاقه بالدوله بمؤسستها، ثم مناظرات الوظيفه العموميه واقفه. احنا نتعهد في المستقبل في الحكومه اللي مشاركين فيها ان نفتح الابواب في حدود ما نستطيع. شكرا. نفتح الابواب اولا ثم قطاعات هشه 70 الف اليوم معناها من عمله الحظائر. الأساتذة النواب، المعلمين النواب، الآليات، الآلية 16، الآلية 20، الآلية الخدمة الاجتماعية المدنية، كلها باش نفتحوا الأبواب. شكرا سي سالم. وسندافع على هؤلاء البطلة من أجل حقهم في الشغل. سي سالم. لأن قضية حياة. الوقت وفاء شكرا لك، يعطيك الصحة على الإجابة. الوقت باش نشوفه منك. أنا بكل ثقة نقول لك أن الوقت وفاء معناها. ما يسالش كي نشوفه أنا يكون أحسن. سؤال لك سي عامر. ونكون أدق. سي عامر سؤال لك.
شكرا. بالنسبة للواقع ونعتقد أنك قاعد تشوف في الوقت قدامك. نعم، يعني أنا أول حاجة حبيت نعبر على إحساسي وشعوري بالشباب هذوما، سواء اللي جاوا للمجلس أو اللي ما جاوش للمجلس في الجهات المختلفة، اللي عايشين ظروف صعبة معيشية، واللي عايشين معناها بحث مستمر ومسيرة مضنية من أجل الحصول على موطن الشغل اللي هو أحد عناوين الكرامة. احنا الناس نحسوا بشيء هذا ونزوره في الشباب هذا ونشوفوا فيه ونحاول يعني. ونحاولوا اي هذا انا بصد الجواب، ونحاولوا باش نعالجوا هذه القضايا، سواء من خلال تشجيع الاستثمار لايجاد مواطن شغل، او من خلال الانصاف والعداله في المناظرات في الجهات المختلفه وعلى المستوى الوطني، او من خلال تعجيل بمشاريع التنميه في الجهات. وإن شاء الله الحكومة الجديدة يكون عندها معناها خطوات مهمة في هذا الاتجاه، ونحن سندعم ذلك وسنكون شركاء فيها إن شاء الله. هذه إجابة أنكم تصوتوا على الحكومة غير مباشرة، ما نعرفش صحيح ولا لا. استنتج. استنتج. نفس السؤال لك سيد عمين بن إبراهيم. شكرا، نفس الملاحظة نتاع سي سالم، ما قدامش كرونومتر الحقيقة، لكن عندي ثقة فيك، عندي ثقة فيك. لكن طريقة تصرف الوقت لو ما تراش مانع، لو ما كملتش ستمنحني حيز زمني اللي خليني كمل الإجابة. حتى تستقيم الجملة، نعطيك الحيز استقامة الجملة، ما تكونش الجملة مبتورة. استقامة الفكرة بصفة عامة، شكرا هذيك صح. شباب هذوما قابلناهم. قابلناهم في العديد من المرات، قابلناهم قدام القصبة والمعتصمين، قابلناهم قدام مجلس النواب الشعب، قابلناهم في مقر الحزب نتاعنا كاتحاد شعبي جمهوري في العديد من المرات، والشباب هذا فد. والشباب هذايا وصل إلى مرحلة من اليأس. شباب هذا عنده 60,000 حق، شباب هذا كما قالوا بعض الزملاء يشوف في وظيفة عمومية صفر انتداب، يشوف في صفر استثمار في المنطقة الداخلية وما عندوش حتى أي فرصة للانتداب، شباب هذا قرا على روحه، شباب هذا صرف عليه أبوه وأمه، وشباب هذا تعب للوصول للمرحلة هذه، لكن الشباب هذا اللي ما نوافقش فيه زميلي حسونة أنه يجي يعتصم قدام مجلس نواب الشعب، لأنه اليوم مجلس نواب الشعب عاجز على إفراز حكومة، حكومة اللي باش يمشي لها الشباب هذا يتوجه لها باش تخدمه. اليوم شباب هذا ما عندوش حتى احساس بالمواطنه، علاش؟ لانه مواطنه وكرامه نتاعك ما تحس بها كان كي تبدا تخدم على روحك. شباب هذا سي عدنان كي قابلته شنو عملت له؟ او شنو وعدته؟ الشباب هذا باش كمالك الفكره استقبلناه، وكانت فما مبادره تشريعيه طرحت لانتداب، ولا مبادره تشريعيه لانتداب العاطلين، وكانوا جميع الكتل وقعت على المبادره التشريعيه هذه، وجميع الكتل مشات في طلب استعجال النظر في المبادره التشريعيه على اساس العاطلين العمل او من فاتت بطالتهم العشر سنوات باش تحل مشكلتهم في اقرب وقت، وان شاء الله ماشيين في هذا المشروع قدما، وربي وفقنا ونحلوا لهم مشاكلهم. شكرا ليك، باش نعطيو الكلمه لسي علي ثم السيد ياسين العياري، ومن بعد مباشرة قد تكون كلمة السيد الياس الفخفاخ على ما يبدو باش تكون مع 9:30. دونك تفضل سي علي. شكرا. هو بالفعل شيء محزن أنه شاب يوصل بشغل على الانتحار من أجل عمل في تونس. نقول أكثر لحظة تؤلمني عندما يقصدني شاب في مكتبي ويجيب لي ملف ويقول لي نحبك تدبر لي خدمة. بعض العلاقات الخاصة يمكن، لكن السؤال الكبير علاش وصلنا لهذا؟ علاش اليوم وصلنا للوضعية هذه؟ لو كان نسأل رواحنا القروض والهبات اللي جات من 2011 لتونس لو وظفت في مسارها التنموي الصحيح اليوم ما كانتش هالحالات هذه ممكن تحدث في تونس. من تحب المسؤولية؟ لو عملنا مثال تنمية صحيح في تونس من 2011 إلى اليوم ما كناش نوصل مثل الحالات هذه. لو استثمرنا في الذكاء التونسي، لو استثمرنا في مخزون الجهات اليوم ما كناش نوصل للوضعيه هذه. اليوم الدوله مطالبه باش تدخل للجهات وتبادر هي بالاستثمار وتهيئ الارضيه في جهات المستثمر الخاص ما يحبش يمشي لها. اليوم لابد من حلول واقعيه لمشاكل واقعيه. شكرا لك سي علي طياشي، الكلمه ليك ياسين العياري. الامر يحزنني فعلا، لانه الشاب ذاك من عمري من جيلي يشبه لي انه يوصل يحط حبل قدام السنواب امر مؤسف. الشباب هذوكم بالذات على القصرين خرجت لهم مرتين وخيت ما عندهم القائمه الاولى والقائمه الثانيه. هل احس بالعجز؟ اي نعم، كان احساس مرير بالعجز. اللي يجبدني واحد يقول لي يحب يدبر لي خدمه، النايب ما يدبرش خدمه. النايب ما ينجمش يتدخل في خدمه، ثم النواب تعمل كيكه لست منهم ربما. هنا السؤال يطرح، تو انت بطال وبطالتك طالت لمده طويله. نتيجة سياسات
لو كان المواطن التونسي وهذا الشاب القاري مستوى معين يقوم بعملية تقييم في هاي الناس حكمت والسياسة متاعها خلتني بطال، إيش بك عاود انتخبتهم؟ أنت لهنا لست ضحية، أنت مشارك فيما يحدث لك. لما الناس تحكم وتفشل فيما تفعل وتعاود تنتخبها سواء اكتيفمون انك تمشي تصوت لها او تقعد في الدار، انت تشارك في تأبيد هذا وفي انه تعدى الناس الاخر. اعتقد الرساله نحب نوصلها للشباب اللي كيفي اللي في عمري، تغيير الواقع يتم بطريقه واحده هي فكان الحكم. لم يصبح هذا الجيل هو اللي يحكم، هل تعتقد انه شخص عمره 70 سنه مع احترامي ليه وفي قروصنا من فوق قادر يفهم مشكلتك انت اليوم؟ انت اخترت هذا وشاركت فيه. شكرا لك سيد النائب ياسين العياري. هذوما هما كانوا الأسئلة الأولى شاكر، وباش نمروا إلى وعود وتعهدات النواب. السادة النواب يسألوا فينا على موعد كلمة السيد الياس فخفاخ، هكا ولا لا سحسونا؟ احنا ما نشوفوش رواحنا. أنتم تحبوا تشوفوا رواحكم. باه داكورد، هذا طلب ثاني من النواب لفريق الانتاج، حبوا يشوفوا رواحهم السادة النواب، الشعب يشوف فيكم سحسونا. الفيديو اللي باش تعديه توا. باش تشوفوا. مش باش نتفرج في روحك. باش تتفرج في روحك طبعا، سيتم تمريره باش تتفرجوا في كل شيء معنا في المباشر. مرينا إلى فترة تعهدات النواب في إطار مشاركتكم في المناظرات التلفزية الخاصة بالانتخابات التشريعية، كنت قدمت جملة من الوعود والتعهدات للناخبين. اليوم بعد مرور 99 يوم من تنصيبكم نرجعوا نذكروا التوانسة بأهم الوعود هذه، ومن ثم نفسحوا المجال طبعا للمواطنين الحاضرين معنا في استوديو باش يسألوكم أو يسألوكم ويعرفوا منكم مدى إيفائكم بالوعود متاعكم. أول حاجة سنسعى إلى تغيير النظام الداخلي مجلس النواب. علاش؟ المحكمة الدستورية اليوم علاش معطلة؟ لأنه انتخابات النواب على أعضائها سرية، فتنجم النواب تتلاعب وهذا ما حدث. أول تنقيح سيكون باش يصبح التصويت على أعضاء الهيئة الدستورية علني، هكاك المواطن ينجم يحاسب النواب نتاعو. اثنين، في 99 أولى يوم الأولى باش يجينا إن شاء الله قانون المالية. في قانون المالية عندنا بعض الاقتراحات. أول حاجة صندوق بدل الدعم، أعتقد أنه السائح كي يجي للنزل ويأكل الخبز المدعم والفرينة المزعمة والسكر المدعم، أعتقد أنه صندوق الدعم لا يجعل من لي هذا، نحسب كل نزل قداش من سائح قداش استهلك دعم ويرجحهم. اثنين، عندنا 100,000 منقطع عن الدراسة سنويا، أعتقد أنه صندوق لإعادة إجمالهم ممول من نسبة من أرباح الإشهار في التلافز تكون فكرة نجمة تروحوها. بالنسبة للبنوك نأكد أرباح البنوك مش حجم معاملاتها تمشي إلى الصناديق الاجتماعية. عندنا قانون الأفسير حبوا يولي منظم بقانون، ما عادش بأمر، هذا كيف كيف في صندوق الدعم. ونحبوا نطرحوا كيما على الطريقة الإنجليزية، يمكن لنصف الناخبين في دائرة معينة أنهم يسحبوا الثقة من النائب متاعهم لما ما يكونش في مستوى ما يخدمش الخدمة متاعه سواء الرقابية أو التشريعية أو التمثيلية. سؤال باش يكون سيد النائب للجمهور، هما جمهور حاضرين معنا جاءوا من الجهات وهم مجموعة أيضا من الشباب، باش يطرحوا مجموعة من الأسئلة، والبداية باش تكون من سيطرح السؤال على السيد ياسين العياري، تفضل. محمد نبيل الزيدي، السؤال مش يكون أنت وعدت في الحملة الانتخابية متاعك أنه عندك حل الانقطاع المبكر عن الدراسة، نحب نسألك معناها وين وصلت في المشروع نتاعك وشنو الآليات باش تطبق البروجي نتاعك؟ شكرا. نجاوب طبعا في دقيقة. في دقيقة. الاقتراح هو قصف عليه في الوعود، قلت إذا كان عندنا عدد من النواب، لأنه باش تقدم مقترح في قانون المالية يلزم على الأقل 5 نواب. هذا تعذر. يعني احنا في أمل وعمل ماناش 5 نواب. لكن هذا لا ينفي أنه ماناش 5 نواب معناها ما عملنا شيء. ندرسوا في الموضوع. المكتوب حاضر. نجحنا باركونت رغم ان ما عندناش 5 نواب هذوما في ان عادي في نفس قانون الماليه مشروع قانون اخر ولا فصل اخر وفصل 58 اللي يسمح بمجانيه تحويل التوانسه بالخارج لفلوسهم. هذا باش يعمل؟ يجيب لنا دوفيز، كي تولي عندنا دوفيز تولي عندنا الثروه، وهذا ينجم رناه اصلح وابجل في المرحله هذيك. اذا كنا نجمنا نلموا كان 5 نواب في المشاريع والاقتراحات على الكل، اخترنا انه يكون الاولويه المشروع هذاك. مازال عندي وقت؟ مازال عندك الوقت؟ ثواني تقريبا من الدائره نتاعي. مرحبا بك من فرنسا واحد.
مرحبا حبيت نحييه. باهي السؤال الثاني. سأل زوز هو ماهي؟ زوز اسئله. سيد النائب مرحبا بك. سيد نائب ياسين العياري منتصر جلاسي منظمة البحث عن أرضية مشتركة برنامج أنا الرئيس. سيد النائب كنت قدمت في المناظرة في الحملة الانتخابية أنك باش تقدم مبادرة تشريعية لسحب الثقة من النائب الذي يتخلى عن القيام بواجباته، نعرفوه الواجب متاعه التمثيلي الرقابي والتشريعي. شنو عملتوا في الموضوع هذا وشكرا. بي. مرحبا بك. احنا نعرفوا بعضنا من قبل مكتب الدائرة متاعي. مرحبا بك. بالنسبة للمشروع هذا أنا عضو في اللجنة اللي فيها الـ كل المواضيع الانتخابية. هذا الموضوع توا ناقص فقط الدعم النيابي كما قلنا. هذا يزمه 10 نواب مش كما قال المالي يزمه 5. مكتوب جاهز حاضر ورأي السادة النواب وزملاء إذا كان يهمهم الموضوع مستعدين يحطوا إمضاءهم. اللي غالب توانسة ما عطوناش 10 نواب باش نجموا قدموا المبادرات اللي أعلننا عليها واللي حطينا في برنامجنا لما تكون مبادرة إلا ما يكون عنا على الأقل 10 نواب. إذا كانوا مهتمين السادة النواب اللي ورانا ووافقوا على المشروع هذا هو جاهز حاضر ينتظر فقط إمضاء بقية النواب. شكرا. وبقية الوعود سيد ياسين العياري ما درجة التقدم في تنفيذها؟ باهي هاي الياسر قانون لافسير مثلا لافسير هاي الياسر يا سيدي خلنا نعطيها بشاره. ابشروا توانسة في الخارج الكل جميعهم قانون لافسير جاهز حاضر. وهنا خلينا نشكر مثالش نحب نشكر سي زياد الغني من التيار الديمقراطي، نحب نشكر سي فارس بلال من قلب تونس، نحب نشكر مدام ليلى مناعي من قلب تونس اللي مخدموا معنا على الموضوع. وش عملنا؟ مش بدا حطينا لافسير كما كان قبل، دخلنا فيه بعد ايكولوجي يا سيدي. ماك 25% هي توا كي تدخل كهرباء نظيفه، كي تدخل كهرباء الكتريك، كي تدخل كهرباء ابريد، تستحفظ على المحيط، تزيد تخلص اقل. لكن بصراحه لا اعتقد ان موضوع الافسير هذايا مهم لتوانسه في الخارج. انت وعدت به؟ اي لا انا وعدت به والوعد جاهز حاضر مكتوب وشكرت النواب. قلت باش تردوا مشروع قانون. اصبح سي حاضر وشكرت حتى النواب اللي خدموا معايا، يعني جاهز توا الكوره عند اللجنه وعند الجلسه العامه. لكن خليني ملاحظه مهمه اراها، لا اعتقد فعلا انه مشروع الافسير هذا مهم لتوانسه في الخارج. علاش؟ شكون نحاها الافسير وبلبزها؟ بلبزتها حكومه النهضه والشاهد. لو كان الامر مهم هل تعتقد انه اكثر من 17000 تونسي في الخارج يصوتوا للنهضه؟ هل تعتقد انه تحيا تونس ان حالهم الحكايه هذه يجيب اكثر من 6% في الامريكيتين؟ انا اعطيت وعد وافيت بوعدي وشكرت الناس اللي خدمت معايا عليه ونعاود نحييهم مره اخرى لانه مش سهل في المناخ اللي احنا فيه انك تخدم مع نواب مختلفين ومن كتل مختلفه وبلايص مختلفه ونجحنا في هذا. اليوم انا النائب الوحيد على الخارج الموجود في الوحده هذه، فاستغليت الفرصه ان نحيي زملائي ونعاود نكرر المشروع جاهز حاضر تكتب وتكتب مع برشا نواب من مختلف الكتل. شكرا لك وشوفوا وعود السيد علي طيشي. قلنا في الجانب الاقتصادي هو قوانين تستحث نسخ الاستثمار في الجهات عن طريق الشباب بقروض ميسرة وبإلغاء جميع أو الأجزاء الكبيرة من الوثائق اللي باش يكون بها الشاب مشروعه. ذوي الاحتياجات الخصوصية في الرعاية الصحية والطبية والإدماج والتشغيل. ثم مشروع قانون لعمل الأمنيين والعسكريين في ظروف آمنة وفي نطاق احترام الحقوق والحريات. في الجانب السياسي تعديل القانون الانتخابي بما يسمح بمنع السياحة الحزبية وبمشاركة أوسع على أساس التناصف في المجالس التمثيلية ومواقع القرار بالنسبة للمرأة والرجل جنبا إلى جنب. سيد علي طيشي عند دائرة بنزرت هذه الوعود نتاعك في 99 يوم. نعطي كلمة للجمهور الحاضر معنا باش يسألوك ونرجع على بعض التفاصيل في وعودك. مرحبا. دنيا القطيطي عند برنامج أنا الرئيس. سيد النائب كنت قد صرحت ضمن وعودك الانتخابية كونك باش تقوم بمبادرات تشريعية لتحفيز دور الشباب على المبادرات الخاصة ودفع عجلات الاستثمار. وين وصلت في المبادرات التشريعية هذه؟ كذلك سيد النائب كما نعرف انه بنزرت معروفة ببزاغ سمارت تي في سمارت سيتي عفوا، انت كنائب عن الجهة شنو البرامج تنجم تقدمها لتدعيم هذا المشروع وشنو الأطراف اللي تنجم تخدم معهم؟
تفضل. شكرا لك. السؤال وجيه. المبادرة التشريعية التي قدمت من طرف الكتلة إلى حد الآن وأنا واحد منها، تقدمنا بمشروع فيما يخص وكالة تونس للخزينة تونيزي تريزور للتحكم في الدين العمومي، لأن الدين في تونس ولا عائق أمام التنمية. تقدمنا مشروع لإحداث مجلس اقتصادي واجتماعي اللي نجم يعطينا الرؤية التنموية في تونس، من اقتصاد، من اجتماع، من بيئة إلى غيره. تقدمنا بمشروع قانون لتنقيح قانون الميزانية لإقرار القاعدة الذهبية لاريجل دور في خصوص التداين وفي خصوص العجز الاقتصادي اللي تونس ولات اليوم تعاني منه. في لجنتنا عندنا مشروع لقانون الضمانات المنقولة، وهو قانون الهدف منه تحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة على الاقتراض والمشاركة في دواليب الاقتصاد مع تحفظاتنا، لأننا نعتقد اليوم أن البنوك لازم تكون شريك ومرافق فعلي للمستثمر. مش قانون قديم هذا يا سيد النائب؟ عفوا، مش قانون قديم هذا؟ لا لا لا، هو مشروع قانون، مشروع قانون ندرسوا فيه في لجنتنا. تدرسوا فيه هاي؟ ندرسوا فيه في لجنتنا مع بعض التحفظات، لأنه نحبوا أنه دور البنك مش يكون استخلاص الدين متاعه بأكثر ضمانات، ولكنه مشاركة ومرافقة فعلية للمؤسسة الصغرى والمتوسطة للشاب باش ينجم يبعث مشروعه. أقنعك الجواب؟ هل أجابك سيد النائب على سؤالك؟ لا ما فهمش نوعا ما. لا باش نكمل لك أنا. قلنا قلنا في الواقع زيد ننتظر على السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي ما خلطناش في الوقت. تفضل. مثال سيد نائب تفضل. طيب احنا عندنا في السمارت سيتي، وتحدثت انا مع مجموعه من بنزرت على الاقتصاد اللامادي، هذا تحكيوا عليه، والشباب بتاع تونس كله يتميز بالذكاء وقادرين ان نبدعوا ونحققوا برشا مداخيل منه. عندنا موضوع التجاره الالكترونيه اللي هو مهم جدا، وعندنا فيه قانون من عام 2000، في اوت 2000 اصدر القانون هذايا، ولكن القانون مكبل بالاجراءات الجامدة للبنك المركزي، مقيد أيضا بمجلة الصرف، وهوني نقصد الصرف مش الكونجيكيزون ولا الصرف في مكتبنا، خاطر ما خلاو لنا حتى شيء، ولكن لابد من تعديل مجلة الصرف أيضا باش اليوم نجموا النوع هذا من المشاريع نبدعوا فيها، لأنه التونسي رأس ماله ذكاء، وإحنا نؤمن بقدرة التونسي على الاستثمار الجيد وبعث مواطن شغل في هذا. وبنزرت مدينة مؤهلة باش في هالميدان هذايا تكون رائدة لموقعها الجغرافي وقربها من أوروبا أيضا. بيه سألي طيشي، بعد إذن فريق الإنتاج، هو نورمال ما عندك زوز أسئلة من الجمهور، وأختنا سألت هي واحدة زوز أسئلة. أنا سؤالي باش نعطيه إلى الثاني، شكون باش يسأل الثاني؟ سيد علي طيشي تفضل. هكيكا نكونوا الكلنا قد قد. سي سالم الأبيض. شكرا لي. سيد النائب، حبيت نسألك وقتاش باش نشوف المطار والجامعة الأمريكية في بنزرت، وحبيت نعرف شنو مشكل الميناء المياه العميقة بالمدينة بالدمنة معتمدية المتلي. شكرا. الموضوع هذايا كانت فيه جلسة في المجلس الجهوي الممتاز مرة فاتت، بخلاف جلسات تحضيرية عملتها مع بعض عناصر في المجتمع المدني، وأنا نعتقد اعتقاد راسخ أن المطار لو يكون في أوتيك وجه المنطقة الشمالية الكل باش ينقلب رأسا على عقب في اتجاه الأحسن. الموضوع هذا قاعدين ندافع عليه صحبة مجموعة نيرة من بنزرت، كما مشروع المياه العميقة أيضا، ولكن هذا زاد راهو حاطينه احنا في أولوياتنا لأهميته الاقتصادية. ما يمنعناش باش ننظروا لمشاكل أخرى في ولاية بنزرت اللي محسوبة ولاية تتمتع بنسب نمو مرتفعة، ولكن الواقع يثبت عكس ذلك. عندنا مشاكل بنية أساسية، مشاكل ماء، عديد المشاكل الأخرى. في 9 ثواني، مشاريع القوانين الكل اللي قلتهم لنا من قبيلة أنكم تقدمتوا بهم، وين تقدمتوا بهم وقتاش يقع النظر فيهم؟ قدمنا بهم لمكتب المجلس، زوز تحالوا إلى اللجان، ومشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وهذه في سابقة غريبة رفض من المكتب قبل أن يحال إلى اللجنة. شكرا لك النائب علي طيشي. نشوفوا مع بعضنا وعود السيد عدنان بن إبراهيم. أول مبادرة تشريعية باش تطرحوها هي، نرجع ونقول ونأكد، اللي الحمائية القطاعية الذكية، اللي هي الوحيدة الكفيلة باش تحسن في قيمة الدينار التونسي، الوحيدة الكفيلة اللي باش تشغل
وليداتنا في مؤسساتنا الوحيده الكفيله باش تحسن من عجز الميزان التجاري. المبادره التشريعيه الثانيه هي مبادره منع السياحه الحزبيه ولو حتى التجأنا لتعديل الدستور. كذلك فما مبادره تشريعيه تهم سحب الثقه من النائب، فانت اليوم تغزلي على اساس انك ترى عندي من الكفاءه ومن المصداقيه ومن النزاهه اني نجب نمثلك، لكن بعد عام ولا عام ونص تلقاني نخدم في مصالحي الشخصيه، فعندك الحق باش تسحب مني الثقه كما ب 10,000 صوت طلعتني، 10,000 صوت نجم تخرجني. كذلك هناك العديد من المبادرات التشريعيه الاخرى كما بعث المجلس الاعلى للصحه، المجلس الاعلى للتربيه اللي لازم يكون موجودين فيه لي زوم لي فام دو تيران اللي يخدموا سور تيران، لازم يكونوا ممثلين فيه النقابات الكل والكفاءات، مشكله النقابات لان نعرفوا انه احيانا الصندوق وافرازات الصندوق ما تكونش كما يحب المنظورين تاع النقابات. سيد عادل بن ابراهيم عن دائره البستير، مرحبا مره اخرى. شكرا. مرحبا. سؤال من الجمهور ليك من الجهات، والسؤال عسيمة رانيا المهري من المجتمع المدني. سيد النائب عدنان بن ابراهيم، لاحظنا في البرنامج متاعك الانتخابي اللي انت ركزت على مناطق اقل حظ فيها في التنميه وبالاخص المناطق اللي تنتمي لها انت. سؤالي ليك باش نجم توعدوا المناطق والدوائر البلديه الاخرى من ولايه المنستير باش هي تتمتع زاده بالتمييز الايجابي اللي ورد في الدستور الفصل 12 مثل مجد عيسى، منزل خير، بير الطيب وغيرها من الدوائر المحرومة. وشكرا. شكرا على سؤال. الحقيقة كنت نتمنى أني نغطي 13 معتمدية في المنستير. تعرف اللي 13 معتمدية بالإمكانيات اللي كانت عنا في الحملة الانتخابية اللي مقارنة بقية الأحزاب السياسية كانت إمكانيات تكاد تكون منعدمة، كانت إمكانيات ذاتية، كنا نتنقلوا بوسائل نقل خاصة بنا. حبيت نوصل بير الطيب، مشينا الجمال، مشينا الزرمدين، مشينا منزل حياة، مشينا العيشة، مشينا المزاوغة، مشينا المناطق اللي مشيت جوست المناطق اللي أنا ننتمي منها الحقيقة، مشينا أغلبية المناطق اللي شفنا اللي إحنا نجم نوصلهم أصواتهم والحمد لله وفقنا ووصلنا. بالنسبة للتمييز الإيجابي هذا جاء به فصل في قانوننا في الدستور اللي هو الفصل 12. الحقيقة اليوم يقع توظيف هذا التمييز الايجابي بطريقه خلينا نقول فيها حيف كبير على المناطق نتاعنا، خاصه المناطق الساحليه اللي المفروض اليوم التمييز الايجابي يلزم يمشي حسب مؤشرات التنميه. اليوم لو كان نشوف بعض المناطق عندنا في المسير، وانت سيادتك تعرف ومتاكد اللي انت تعرف اللي عندنا مناطق محرومه اكثر من مناطق اخرى موجوده في المناطق الداخليه، لو كان التمييز الايجابي مشى حسب مؤشرات التنميه ولا حتى حسب المعتمديات ومؤشرات التنميه في المعتمديات ليس حسب الولايات، كان يمكن يكون توظيفه احسن من هكا. نعتقد انه في المستقبل ان شاء الله نشوفوا يعني استعمال الفصل 12 من الدستور بطريقه ايجابيه بحيث انه المناطق اللي اقل تنميه هي اللي تتمتع، مش بتجيو اليوم نحيو من صندوق رابح ونحطه في صندوق فارغ. شكرا. اليوم مقعود خسروا الاثنين. به هل اقنعت كي ساعدني في اجابته؟ نوعا ما، لكن جوست تنجم تعطينا وعود، معناها تنجم انت تتفضل اسكو تنجم تعطينا وعود هيك شويه على عنده المجال في اخر الحلقه باش يعطي وعود اخرى ان شاء الله. سؤال ثاني للسيد النائب. شكرا شاكر. احمد زين من ولايه المنستير. سيد النائب عدنان بن ابراهيم، نعرف الناس كل اللي ولايه المنستير عندها مشكله عويصه في الشريط الساحلي المهم اللي متعرض كل عام للانجراف البحري والتلوث. شنو هي الاجراءات اللي اخذتوهم ولا ناويين باش تاخذوهم؟ هل أنت على علم بالمنطقة الأثرية المهملة في مدينة البقالطة؟ شكرا. شكرا يعطيك الصحة. سؤال فيه دو فولي على ما أظن، إن شاء الله نجم نجاوبك في دقيقة. اليوم في منستير عندنا كارثة بيئية بأتم معنى الكلمة، وخاصة في الشريط الساحلي. اليوم للأسف نقول الكلام هذا ونقوله قدام الملايين اللي يتفرجوا فينا اليوم، اللي الشط نتاعنا في منستير ولا بوبالة نتاع لوناس، ونعرف اللي أكبر ملوث اليوم في منستير هو لوناس. اليوم عندنا برشا مشاكل من بقالته لطبلبه لصياده لمته بحجر لخنيس لقصيبه لمنستير المدينه. اليوم فما العديد من المشاريع اللي تتم بالديوان الوطني للتطهير، اللي فما برشا دي ستاسيون تاع ايبوراسيون اللي قاعدين باش ينقلوا للقطب التكنولوجي. اليوم فما دي ترانسفير دو ستاسيون. اليوم فما برشا مشاريع في طبلبه، فما مشروع ب 18 مليار تاع بقالته وطبلبه. في طبلبه في وسط المدينه يعني اهترأت القنوات باش نبدلوها، تقريبا مشروع قيمته 6 مليارات ولابيل دوف
الحفر تعمل وتبدا الاشغال في جوان، في صياده لم تبح جرف، فما دي لوكاليزاسيون تاع ستاسيون ديبوراسيون، لكن صدقني هذا الكل واني متاكد انت باش تعطيني راي في الموضوع هذا، هذا كل يعني ذره ماده على العيون. علاش؟ لانه المشكل الحقيقي مش حلول ترقيعيه، الحلول مش بدل حلقوم ولا توسف الحلقوم ولا تنحي ستاسيون ديبوراسيون وتنقلها لبقعه اخرى. اليوم لازم نمشيو للاستثمار خير من هذا. لازم نمشيو عدنان لمتابعه هذه المسائل حتى ما عادش يكون شريط الساحلي في المستير كارثه كما وصفته الشاب. نجاوب سيادتك، فقط نحب نقول له اللي اليوم الاستثمار في لي ستاسيون ديبوراسيون نوفيل جينيراسيون، اليوم لي ستاسيون هذوما زيرو روجي زيرو اودور، اليوم الماء يمشي لملاعب الجولف جولف ولي زون فيرت لي سوليد، يمشيوا على اساس سماد ونستغلهم في الفلاحه. هذا هو الحل الحقيقي. احنا تبعنا المشاريع هذه، تفعيل المشاريع هذه، الاعتمادات اللي ترصدت، وكنا انتقلت حتى شفت السيد المدير الوطني لديوان التطهير، كنا قابلنا السيد الوالي وعملنا جلسه مع السيد الوالي، قابلنا البلديات خاصه بلديه بلبة، مشكور سيرياد زاد استقبلنا. والاجابه اش كانت؟ المشاريع باش تفعل توا في 2020، في جوان يبداوا ينطلقوا الاشغال باذن الله. المشكله الوحيده في صياده لم تبح جر انه ما تنجم تعمل الفولي ستاسيون ديبيراسيون كما يوفى الفولي ترانسفير، واللي فيه مشكله في طريق قصيبه الخنيس. ان شاء الله في الطريق الحزاميه اول ما توفى نستوفوا. سالك على منطقه اثريه ايضا. المنطقه الاثريه في البقالته، مش فقط المنطقه الاثريه في البقالته، فما منطقه اثريه في عمير توازر تسمى سميرات، اللي هي سميرت زاده كيف كيف، كانت يتعدوا لها قبل من لبتيس اللي هي لمطه، يمشيوا حتى لديزدروس اللي هي الجم تاعها. المناطق الاثريه اليوم تعاني في لمطه في حد ذاتها، عندنا مشكله كبير في الـ في الـ في, الـ في المتحف، عندنا مشكله في اللي يسميهم هما دي زون روج اللي هما على املاك ناس اخرين. اللي نوعدك به توا قدام الشاشه هو بعد ما سالت الوعود باش تكون بعد، فقط انا واعتقد انه اجاب على لزوز الاسئله، وانت مقتنع بهذا بسرعه. المنطقة الأثرية شنو الاستعدادات نتاعكم، الاستعدادات نتاعكم باش تنقذها هي في بقالته في المناطق الأخرى؟ في 10 ثواني. في 10 ثواني بعتلي نقول لك عليهم في الوعود الانتخابية، لأنه ظهرت عندنا مشكلة كبيرة في استغلال المناطق الأثرية هذه والنهوض بها، من ما تكون مشاكل تولي طفرة تنموية في المنطقة. به شكرا لك سي عدنان. لا. لأنه الحدث الآن هو الإعلان عن حكومة السيد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في المباشر، وباش نمروا إلى المباشر. نسعى أن تنال ثقة المجلس نواب الشعب، ولقد كانت فترة المشاورات رغم صعوباتها وتعقيداتها المفهومة حالة ديمقراطية راقية أظهر فيها الجميع درجة عالية من المسؤولية، وانتهت بتغليب المصلحة الوطنية العليا والتواضع للوطن. تكونت هذه الحكومة من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته، منفتح على كافة العائلات السياسية والفكرية، ومبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية غايتها ضمان الاستقرار وتوفير فرص النجاح وإعادة الأمل والثقة للشعب التونسي. سنلتزم بأن تكون هذه الحكومة بعد نيلها الثقة إن شاء الله حكومة كل التونسيين والتونسيات، مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت آرائهم، حكومة توحد ولا تفرق، حكومة في خدمة الشعب وفي خدمة الأهداف العليا للوطن. تضم الحكومة قيادات عالية من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، عملنا أن تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة والمصداقية. وفيما يلي أعضاء الفريق الحكومي: وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي الخميري، وزير الداخلية السيد هشام المشيشي، وزير الدفاع السيد عماد الحزقي، وزير الشؤون الخارجية السيد نور الدين الري، وزير المالية السيد محمد نزار يعيش، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد محمد سليم العزابي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد غازي الشواشي، وزير التكوين المهني والتشغيل السيد
فتحي بالحاج، وزير الشؤون الاجتماعية السيد حبيب الكشو، وزير دولة مكلف بالنقل واللوجستيك السيد أنور معروف، وزير الشؤون المحلية السيد لطفي زيتون، وزير البيئة السيد شكري بن حسن، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية السيد أسامة الخريجي، وزير الصناعة السيد صالح بن يوسف، وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي السيد منجي مرزوق، وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد علي التومي، وزير التجارة السيد محمد مسيليني، وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي السيد محمد الفاضل الكريم، السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيد منصف سليتي، وزير الشؤون الدينية السيد أحمد عظوم، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن السيدة أسماء السحيري، وزير الصحة السيد عبد اللطيف المكي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد سليم شورى، وزير التربية السيد محمد الحامدي، وزير شؤون الشباب والرياضة السيد أحمد قعلول، وزيرة الشؤون الثقافية السيدة شيراز العتيري، وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد السيد محمد عبو، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالمشاريع الوطنية الكبرى السيدة لبنى الجريبي، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني السيد العياشي الهمامي، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان السيد علي الحفصي، كاتبة الدولة للخارجية السيدة سلمى النيفر، كاتبة الدولة للفلاحة والموارد مكلفة بالموارد المائية السيدة عاقصة البحري. وبهذه المناسبة أود تقديم الشكر والامتنان إلى السيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي ولكل من ساهم في نجاح هذا المسار، وأخص بالذكر الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والشخصيات الوطنية لالتزامها بنهج الحوار ومساعيها الصادقة لإنجاح المشاورات وحرصها على تسبيق المصلحة الوطنية العليا وانخراطها في بناء تونس المستقبل بسواعد أبنائها وبناتها، وبإرادة قوية وصلبة للاستجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات. وفقنا الله لما فيه خير تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كانت هذه خلود إعلان تشكيلة الحكومة، وأود بالمناسبة بأن نأخذ تعليقكم سادة النواب في دقيقة لكل نائب حول هذه التشكيلة والموقف، هل سيتغير بعد هذا الإعلان؟ سيد حاتم المليكي. تركيبة حكومية تقليدية كنا ننتظر ما أفضل في هيكلة الحكومة. أنا شخصيا ما نعلقش على الأسماء متاع الأشخاص، نعتبر الناس كل وطنيين ويجتهدوا في الوزارات متاعهم. كنت نحبذ نسمع التركيبة وبرنامج الحكومي حتى بصورة موجزة، وكنت نحب نسمع كيف كمواطن تونسي إلى ما أفضت إليه المشاورات بين رئيس الحكومة والأطراف المشكل الحكومة، وهل سيسمح لذلك بالمرور إلى البرلمان وإلا لا. من نجاها معناها ساعة باهتة فهي ليست تاع أسامي،
موقف حزب قلب تونس مش بيع مش يكون في وسط الهياكل تاع حزب قلب تونس، ولكن ما سمعناش البرنامج، ما سمعناش الفكره شو باش يعمل وشنو عملت الاطراف السياسيه بتاعت حويجه باهيه ومن بعد نشوفوا يا بربي. سي حسون الناصفي، رايك في الحكومه؟ فماش مفاجات كبيره، فماش تغييرات زاد كبيره على التشكيله اللي كانت مقترحه قبل الموعد هذا واللي اعلن عليها سي الياس الفخفاخ. ربما الموقف من التصويت ولا غيره كما ذكرت في البدايه وما زلت متمسك بموقفي، وهذا ديما نقولوه، انه بعد اجتماع الكتله واجتماع هيك الرسميه للاحزاب السياسيه سيتم الاعلان الرسمي على موقفنا في موضوع منح الثقه من عدمه. ان شاء الله نهايه ازمه سياسيه، هذا ما نتمناه لانه طالت برشا، الناس تعبت والناس ملت والناس بدات متخوفه من مستقبل الايام القادمه. مرحله وانتهت، ولكن اعتقد العنوان الرئيسي انه الحزام السياسي اللي تكونت به هذه الحكومه يبقى دائما وابدا، اعتقد في اعتقادي حزام ضعيف. سيد النائب، سيد سلم الابيض. انا بكل بساطه يعني اقول ان هذه الحكومه انبعثت من رميم معناها حطام سياسي في البلاد ناتج على الانتخابات التشريعيه وتركيبه مجلس النواب وتشظيه بطريقه يعني تنبئ بالخطر على المستقبل السياسي واستقرار تونس، وبالتالي يصبح تشكيل حكومه هو معناها مكسب في حد ذاته. ونضيف إليه أن الشارع التونسي ينتظر هذه الحكومة وولادتها بفارغ الصبر وبمعاناة كبيرة، خوفا يعني من مستقبل فيه الكثير من المخاطر، لعل من أبرز مخاطره هو أن الدولة تصل إلى مرحلة الإفلاس والعجز على تسديد الأجور، وهذه خطورة حقيقية نعيشها ونعرفها. وبالتالي أرى أن اليوم تحولت المسؤولية من مسؤولية سياسية جماعية إلى مسؤولية وطنية ذاتية وإلى قدرة على تحكيم الضمير للاستجابة للحد الأدنى الممكن لحماية هذا البلاد. التصويت على الحكومة، سنصوت على هذه الحكومة. سيد عامر العرايض، ناخذ رايك، ومع التاكيد انك جاوبنا الاسماء التي تغيرت بين الحكومه الاولى اللي عندنا عليها الياس الفخفاخ واليوم، شنو السبب خاصه في علاقه بوزراء حركه النهضه؟ رايي في ثلاث نقاط باختصار باعتبار الوقت. النقطه الاولى، الان تم الاعلان على الحكومه، لازم نتوقفوا على تقعيد العود ونمشوا للعمل. يزي من نقاشات ومن الجدالات ومن باش تطلع ما تطلعش، ثم ما ثماش، اعلن ما اعلنش، يزي من هذا الكل. الان لازمنا نمشوا للعمل. البلاد محتاجه لانه الناس كل تحط يديها في دين بعضها ونعمل، ونحن سنصوت للحكومه، سنصوت للحكومه، نعم. ان شاء الله، واعلن ذلك المكتب التنفيذي لحركه النهضه. اثنين، نحن ما زلنا متمسكين بأن الحكومة يجب أن تكون مفتوحة لكل الأطراف السياسية الموجودة في البرلمان وحتى خارج البرلمان، ولكن خاصة اللي في البرلمان، وباش نعملوا على أن تتطور الحكومة في هذا الاتجاه لمزيد ضمان حزام سياسي أوسع. بالنسبة للتغييرات، هنالك بعض التحسينات، معناها هنالك إضافة ربما وزير أو أكثر بالنسبة لكتلة النهضة، هناك بعض التحسينات يعني وفق المفاوضات التي حصلت بين السيد المكلف الياس الفخفاخ الرئيس المكلف والأحزاب المشاركة في الحكومة. شكرا لك سي عامر، وسؤال لك سي عدنان. شكرا. الحقيقة تركيبة بعض التغييرات من منتظر، يعني كان متوقع من العشية خرجت بعض التسريبات، هذه هي التركيبة الموجودة. حب نذكر لي احنا كنا ما منحناش الثقة لحكومة السيد حبيب الجمني لا لشيء إلا لأنه كان عنده متقدم بمشروع متاع مستقلين، وقلنا أنه الأصل في الديمقراطية أن تسلم أو يسلم هذا الجزء الأهم من السلطة التنفيذية لمن وقع اختيار الشعب عليهم وزكاها من نهار 6 أكتوبر واللي هي الأحزاب السياسية. اليوم نشوفه في تركيبة سياسية حزبية، خلينا نقول تقريبا من الصفوف الأولى من الأحزاب، هذا رحبنا به، لكن الإشكال مش في هذا. خليني أقول لك من توا اللي كرأي شخصي سنصوت لهذه الحكومة أكيد بعد الرجوع لهيكل الحزبية، ونتأكد وأكاد أجزم أن الحزب سيذهب في نفس التوجه. لكن اليوم هتشوف الحدود الدنيا اللي تلموا عليها الأحزاب السياسية اللي مش يحكموا بعضهم اليوم، اللي هي الثقة منعدمة، اللي هي مصلحة البلاد وتغليب المصلحة الوطنية اللي نشوفوا فيها الحقيقة ما شفناش عند الأحزاب السياسية التوجه هذا متاع تغليبها. اليوم سي الياس الفخفاخ رأى أنه وقع تحت طائلة الابتزاز لبعض الأحزاب السياسية، خسر الجولة الأولى من ناحية هذا الابتزاز. نصيحة، إن شاء الله يكون سي الياس الفخفاخ اللي عهدناه صاحب مواقف ويمشي بالحكومة هذه إلى أبعد من هكذا ويزي من الابتزاز. ورغم هذا الابتزاز باش تصوت له أنت؟
تصوت له؟ سيد النائب علي الطياشي، نحب نبدا معك رايك بسؤال، الى اي مدى تحسوا في رواحكم معنيين بهذه الحكومه؟ لسنا معنيين بها اطلاقا، موقفنا واضح، هذه حكومه محاصصات. الشعب التونسي كان ينتظر في افعال وفي برنامج ينفذ الى عمق المشاكل. اليوم ازمتنا الاقتصاديه ما تخفى على حتى واحد، اليوم نحن مهددون اذا كان ما خلصناش القروض نتاعنا باش نمشيو لنادي باريس فيما يخص الدين العمومي، ونمشيو لنادي لندن في خصوص الديون الخاصة. مشاكلنا متاع بطالة متفاقمة، متاع انقطاع عن التمدرس متفاقم، متاع بنية تحتية مهترئة، متاع برشا حاجات في تونس. نرجعوا إلى موضوع الحكومة، أنتم الموقف متاعكم هو حول البرنامج ولا حضور حركة النهضة في الحكومة هذه؟ احنا موقفنا واضح من الأول، قلنا لن نشارك في حكومة تشارك فيها حكومة حركة النهضة، ولن نشارك في حكومة إلا إذا كانت خالية من هذه الحركة وتعتمد على برنامج يحل المشاكل، ولا نشترط أن يكون لنا وزراء في حكومة مثل هذه. واضح، شكرا لك سيد النائب. السؤال لك سيد النائب، سيد ياسين العياري، هل تغير موقفك لا. من اول حصه بعد تلعب التشكيل؟ الموقف ثابت ومكتوب قبل الانتخابات، كما قلت لك مع امل وعمل لا توجد مفاجات، كل شيء نقولوه قبل، ما نبدلوش موقفنا من بعد، هذا يكون فاسد ولا فاسد. قبل ما تشوف تشكيله حكومه؟ بالتاكيد. يعني الموقف مش مربوط بالحكومه، موقف بما اختار وين حطونا التوانسه. قلنا لهم باش اقل من 9 نواب سنكون في المعارضه، هذا يستدعي التصويت ضد الحكومه. نحب نسال سؤال، ليست فيها كثير من الناس المحترمين، فيهم الكثير من الناس المشهود لهم بالكفاءه وربي يوفقهم، لكن برنامج من ستنفذ هذا؟ برنامج النهضة، برنامج المستقلين، برنامج الفخفاخ، ولا تو باش يقعدوا يعملوا برنامج؟ من علاش عاملين انتخابات وبرامج و400 نقطة و500 نقطة وتدفعوا فيها للناس؟ أعتقد أن هذه التركيبة هجينة، ما تنجمش تخدم مع بعضها، الاختلافات ظاهرة منذ البداية. يؤسفني مثلا أنه أنور معروف اليوم الصباح قدمت به 3 قضايا فساد شخصية، يلقى يقعد وزير، أنه فضل كريم اللي عنده اليوم قضايا في القطب القضائي المالي هو يقعد بريء لتثبت إدانته، لكن من باب التقوى الشبهات يا أخي، يا أخي وزير حطه ضعيف من الأول من هاروت ولحق فيه شبهات، أعتقد كان بالإمكان أحسن. فضل كريم هو ابن النهضة رشحته رئيس الحكومة، كما نقولوا ولد أنور معروف خلى روحه في الوزارة، في وزارة أخرى. في كل الحالات باش في الوقت أمل وعمل ستصوت ضد هذه الحكومة، لكن سنتعامل إيجابيا مع الناس الكل مع الوزراء الكل في دورنا الرقابي، وكقدم مقترحات قوانين نرى فيها ما ينفع الناس. شكرا لك سيد النائب. خلونا باش نرجعوا الى الوعود والتعهدات المتعلقه بالنواب اللي كنا بدينا فيها قبل القاء كلمه السيد المكلف واعلان التشكيله، ونواصل في هذا النسق في اسئله النواب واسئله الجمهور المشاركين. وسنشاهد وعود السيد عامر العريف. من بين المبادرات الاولى ستكون هنالك مبادره حول تفعيل انجاز المشاريع الكبرى، أي منع التعطيل، أي معاقبة أي حلقة من حلقات تعطيل المشاريع. ثانيا مشروع قانون حول توزيع الأراضي الدولية على الشباب وعلى المتخرجين، والمبادرتين هذوما يستهدفوا بالأساس التشغيل. النقطة الثالثة تتعلق بإعطاء معناها تفعيل جانب التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشاكل ولاية قفصة، ولاية قابس، ولاية صفاقس، غلق السياب وإحداث معناها بدائل تحترم البيئة وصحة المواطنين. وأيضا في الشأن الجهوي هنالك بطبيعة الحال العمل على إنجاز كلية الطب ومعالجة موضوع البيئة في جربة، وفي بناء الجسر الرابط بين الجزيرة والجرف. سيد عامر العريض عن دائرة مدنين، باش نشوفوا أول سؤال ليك من الجمهور، تفضل. شهرزاد العوني، ولاية مدنين. عسلامة سيدي النائب عامر العريض. الحقيقة الوضع الصحي في مدنين متردي، إمكانيات المستشفى الجامعي بين ظفرين ياسر متواضعة. علاش؟ خاطر تفعيله مرتبط بكلية الطب، كلية الطب اللي لليوم مازالت حبر على ورق ولافتة على جنب الطريق. اللافتة هذه مرات تكون مستفزة ومرات تكون مدعاة للتندر. سؤالي، وقتاش باش يتم التفعيل متاع كلية الطب وغيرها من المشاريع اللي تنجم تغير واقع البلاد وواقع مدنين بالأساس من حيث الحركية والقدرة على التشغيل؟ شكرا. يعطيك الصحة. تفضل سيد النائب.
شكرا، بارك الله فيك، ونحب نتقدم شويه بجناب الجمهور. ومرحبا بك من جيت من مدنين ولا اللي يجوا من الجهات الكل. موضوع كلية الطب هو موضوع مهم جدا بالنسبه للجنوب الشرقي الكل، ولذلك احنا عملنا وضغطنا واجتهدنا وصلنا الى مراحل فيما يتعلق بكلية الطب. اولا اصبح هنالك قرار نهائي لا رجعة فيه بانجاز هذه الكلية. اثنين اصبح لدينا ارض محجوزة بالتيتر بلو متاعها باسم كلية الطب. ثلاثة هنالك لجنة فيها وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، والسلطة الجهوية خاصة الإدارة الجهوية للصحة للعمل من أجل الوصول إلى تمويل، لأن الكلية الآن هي في مرحلة البحث عن التمويل. ونحب نطمنك اللي بإذن الله سنتقدم وفيها خطوات مع هذه الحكومة الجديدة إن شاء الله. شكرا. أقعد من أنت سيد النائب، أقنعتك الإجابة؟ الحقيقة هي أقنعتني. أما نحب نقول كلمة مثالش مرحبا. نحب نقول مدنين البحر، مدنين الجبل، مدنين الصحراء، مدنين المطار، مدنين الميناء، مدنين المنطقة الحدودية. نحب نشوف في مدنين مشاريع تليق بولاية مدنين وبإمكانياتها. إن شاء الله نشوفوا الشيء هذا يا سيد عامر. يدينا في يدين بعضنا ونوصل إن شاء الله بحول الله. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. نمر إلى السؤال الثاني. حمزة السعيدي، مرحبا بك سيد النائب العريض. أنا سؤالي سيتمحور في مجال التشغيل الذي أتصوره أنه على قائمة أولويات كل النواب. كنتكم قد تقدمتم في المناظرة في الحملة التشريعية في هذا الباب، وقلتم أن سيكون لكم مبادرة في تفعيل المشاريع الكبرى ومعاقبة كل حلقة من حلقات التعطيل. وقد قلتم في نفس الإطار بأنكم ستحدثون مشروع قانون من شأنه يوزع الأراضي الدولية على أصحاب الشهائد والمتخرجين. ماذا وصلتم في هذا الباب؟ هل هنالك لوائح أو صفات للمتخرجين الذين سيتمتعون بهذه الأراضي؟ وما هي الآليات المستقبلية لتطبقون هذا، خاصة بأن الحكومة ليست حكومة الفائز في الانتخابات التشريعية وإنما هي حكومة رئيس؟ وشكرا. بارك الله فيك، سؤالك مهم جدا ويهم كل الولايات، وخاصة ولايات مدنين والقصرين وقبلي ومجموعة من الولايات اللي فيها برشا أراضي دولية وأراضي اشتراكية. نحن بصدد في هذا الإطار، نحن كنا عمليين، كتلة النهضة كانت عملية فيما وعدت به الناس، لأن وعودنا نعتبرها أمانة. فأولا احنا خذينا رئاسة لجنة المالية، سي معز بالحجر حومة اللي هو خبير اقتصادي يترأس هذه اللجنة من أجل إعطاء أولوية وقيمة لهذا الموضوع. كيفاش الفلاحس يا عم؟ اي لا لجنة الفلاحس قلت. أنت قلت لجنة المالية. لا لا لجنة الفلاحة، لجنة الفلاحة غلطت. لا لا غلط، لجنة الفلاحة نقصد، لأن هو الموضوع يهم لجنة الفلاحة. اثنين نحن الآن عندنا لجنة في كتلة حركة النهضة بالبرلمان بصدد إعداد مشروع قانون لتوزيع هذه الأراضي بطريقة ميسرة قانونياً، ولتوفير أيضاً طرق ميسرة للتمويل باش نحقق في نفس الوقت الاكتفاء الذاتي غذائيا، التشغيل بالنسبة للشباب عموما والخريجين خاصة، ومزيد استثمار في هذه الأراضي اللي هي حوالي 372 كيلومتر مربع أغلبها مهمل. شكرا بإذن الله ترى النور. تجاوزنا الوقت، أقنعتك الإجابة؟ أنا المسألة لم تقنعني، ولكن خاصة بأني أتمنى أن أرى المنطقة الصناعية التي تم الوعد بها طريق السيارة وغيره كثير. في ماذا لم يقنعك قبل ما نمشي ولتتمنى في كلمة؟ في ماذا لم يقنعك؟ المبادرة متاع الأراضي لم يتحدث في مستوى إنجاز عملي. توقعت أنه سيقول بدأنا في الصفات الذين سيأخذون الأراضي، بدأنا بجرد هؤلاء المتحصلين على شهائد، بدأنا بالمسائل العملية. البداية في الإنجاز سيد النائب. نحن وعدنا بصياغة قانون ينظم هذا الموضوع ويوزع الأراضي. نحن بدأنا عمليا، عندنا لجنة تعمل باش تعمل هالقانون هذا، لأنه احنا نتحدث على الدولة مش حركة النهضة باش توزع الأراضي، الدولة من خلال قانون، وكتلة النهضة هي المبادرة بمشروع القانون هذا. نحن انطلقنا عمليا أخي العزيز. شكرا لك. شكرا لك سيد النائب، يعطيك الصحة. لجنة المالية عند قلب تونس هكا التصحيح هكا صحات. مبروك علي لجنة المالية عندكم. هكا خلود تحكم. هكا خلود تحكم. شكرا لك. شكرا لك سيد النائب. نمر مباشرة إلى وعود السيد سالم الأبيض. نحب نقول الأهلي في الهجرة، راهو للأسف نوابكم في الهجرة ما دفعوش عليكم. احنا بذلنا كل الجهد باش جبنا لكم البابور في سنة 2017
ولكن أخلت الحكومة بوعودها. احنا عندنا قائمة المبادرات القادمة، هذه كلها مبادرات، هذه محتويات متاع نصوص قادمة. سيد نائب مرحبا مرة أخرى، وأسؤال كالعادة من الجمهور من الشباب الحاضر معنا، تفضل أستاذ. مرحبا بكم السيد نائب سالم الأبيض سعيد بن عريبي. ما هي القرارات وكيف تفاعلتم مع الوضعية السيئة التي تمر بها الخطوط التونسية؟ إلغاء أكثر من 200 ألف مقعد، ما يعادل 600 رحلة، 15 طائرة إلى اليوم معطلة بسبب عدم خلاص المزودين الطائرات، ولم يتم تفعيل القرض للخطوط التونسية بضمان الدولة. اليوم في هذه الوضعية نشوفوا عن قريب تم الاتفاقية على الأوبن سكاي، اتفاقية السماوات المفتوحة، والتفويت في 30% من الخطوط لشركة أجنبية التي ستنهك الخطوط التونسية تماما. شكرا لكم. هو أنا قبل ما نجاوبك نحب ننبه الجمهور اللي رأى النواب نجموا يعملوا عشرات ومئات المبادرات التشريعية، ولكن المبادرات التشريعية لا تصبح حقيقة إلا إذا مرت الجلسة العامة وتحولت إلى قانون. وحتى إن تحولت إلى قانون، علاش الدستور يعطي الأولوية للسلطة التنفيذية برأسيها رئيس الحكومة رئيس الجمهورية ثم المبادرات متاع النواب؟ لأن وراء المبادرات التشريعية كقوانين معنى إجراءات ترتيبية وأوامر وتنفيذ. ما قيمة مبادرة تشريعية أن تتحول إلى قانون ثم توضع في الرف؟ هذا كلاش الحكومة بعتلي باش تنفذها، وبالتالي الأولوية دائما للحكومة. يزم يسعى إلى ذلك. يسعى يسعى ولكن ديما عند الحكومة في نهاية الأمر. الموضوع الدور التشريعي سامحني، لا الدور التشريعي ما أعطوه مبادرات تشريعية، ولكن معناها السلطة التنفيذية الحكومة هي من تنفذ، ما همش النواب هم اللي ينفذوا. أنا نعمل لك أحسن قانون وبعدين نلقى القانون فرف. أنا أعطيك إحنا عشرات القوانين عملناهم حتى جابتهم السلطة التنفيذية، ما وضعوا لهمش معناها نصوص ترتيبية ما تفعلوش. شنو أهمية البرلمان وقتها؟ أهمية البرلمان ليس له آلية للرقابة على القوانين بعد صدورها، ما ينجمش يراقب أكثر ما يمكن. ينجم ينادي وزير يسأله ورئيس الحكومة يسأله، وفي النهاية هو أقرب لأجورا للنقاش والفضفضة والخطاب، يعني القيام بخطابات أكثر منها قدرة على المتابعة والتنفيذ. وأنا علاش قاعد فيه أنا نقول لك، أشوف أنا نمشي معك أكثر من هيك. أنا نقول لك مثلا الأسئلة الشفوية متاع النواب قلما تفرز إجراءات عملية، أنا أسأل كما أشاء والوزير يجيب كما يشاء، ولكن عمليا لا تجد شيء كثير. حتى الأسئلة الكتابية ثم حوالي 2000 سؤال كتابي الآن في أدراج مجلس النواب تصلح لأن تكون مادة بحثية أكثر منها استفادة للمجلس. لعدم جدوى هذا المجلس على كلامك أنت سيد النائب، هذه ثغرات سعيد أنك تكون نائب، هذه ثغرات حقيقية في مجلس نواب الشعب. ومع ذلك هناك إجراءات أخرى نقوم بها في التشريعات والقوانين والمناقشات والمراقبة وحل مشاكل الناس يوميا مع الإدارة. يعني نحن نقوم بدور. السؤال الذي سأله صديقنا من مدنين من جربة، مرحبا بك، هو سؤال يتعلق بقضية وطنية ولا يتعلق بقضية جهوية. هذه مسألة أولا يجب نكون منهجيا نصلحها. المسألة الثانية قضية الخطوط التونسية، هناك أزمة هيكلية في الخطوط التونسية. أنا من يومين كنت نازل في المطار، جوني الموظفين متاع ديوان المطارات قالوا لي انسالوا الخطوط الجوية التونسية 1200 مليار وباش تفسد باش يفلس، معناها ديوان المطارات باش يفلس لأن الدولة ما تسددش للدولة. اليوم ثم أزمة هيكلية في هذه الشركة، وهذه الشركة نحن في مبدأنا في حركة الشعب وفي تصوراتنا أن نقوم بإصلاح المؤسسات العمومية، لأن ما زال ثم إمكانية إصلاح الكثير من المؤسسات. هذه يتطلب خطة اقتصادية من الحكومة، وهذه الخطة الاقتصادية تعرض على مجلس النواب ويقع المصادقة عليها، لأن الخطوط الجوية قابلة شأنها شأن مختلف المؤسسات العمومية للإصلاح، لأن التفويت فيها كان بمؤامرات في السابق، وفوتت مؤسسات بأقل من ثمن المقر المركزي متاعها، واليوم أصبحت رابحة. وأنا أتساءل لماذا هذه المؤسسات رابحة عند القطاع الخاص وخاسرة عند الدولة؟ يعني هناك أزمة حوكمة، يجب أن نحل أزمة الحوكمة. وإذا حل سيد نايب عندنا أزمة حوكمة. إيه؟
عندنا كيف ترى الحل؟ الحل هو عندي أنا. أول شيء عندنا هيئات رقابة من أفضل الهيئات في تونس، في رئاسة الحكومة، في وزارة المالية، في وزارة أملاك الدولة. يجب أن نقوم بتدقيق سريع ونشخص ما هي الأزمة، ثم ننظم نقاش وطني حول هذه المسألة، سواء في علاقة بالأحزاب المشاركة في الحكومة، سواء في البرلمان، وبعد ذلك نذهب للحل. حتى إذا كان الحل يقتضي معناها تغيرات جذرية في هيكلية هذه الشركات، وفي طريقة إعادة تمويلها، وفي طريقة إعادة الإشراف عليها، هذا الكل يجب أن نقوم به، وسنصلحها إذا كانت النية صادقة. ولكن للأسف في السياسات طيلة السنوات السابقة من سنة 1986 إلى اليوم هناك تدخلات دولية لإعطاء الفرصة للمبادرة الخاصة على حساب الدولة ومؤسساتها، وبالتالي يفرضوا على الدولة أنها تبيع مؤسساتها باش تسدد ديونها وباش تحل مشاكل الخواص. نحن ضدنا هذا التوجه، نحن مع الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها بما في ذلك هذه المؤسسة، مؤسسة تفاعل صغير في ما وعدت به من مبادرات تشريعية. أعطيني شنو وعدته؟ أنت وعدت بجملة من المبادرات التشريعية. مش ياسر ولا ما وعدتش ياسر؟ لا، بمجموعة من المبادرات لم تحددها. مش ياسر ولم تتقدم في ما وعدتش بياسر. ها وقعدت انا اعطيك مثلا، عدينا لك لو فيديو شفناه، الفيديو سمعته. نعطيك مثلا حاجة في كلمة، حاجة بسيطة. هل تقدمت في الموضوع هذا؟ انا متقدم فيه في موضوع الخط البحري بين جرجيس ومارسيليا، اللي هو خط يهم الجنوب التونسي كل، واللي تفعل سنة 2017 بعد مساءلات عملناها احنا الوزراء النقل، وتعهدوا وتفعل الخط هذا. اليوم يقع تراجع نتيجة وجود لوبيات. شو عملت فيه هذا؟ هذه المسألة في الوزراء، قاعد نسأل في الوزراء، المهاجرين يطالبوا أن يكون في أمر، يبدو لي أن الصيغة القانونية ما تنجمش تكون في أمر، تلتزم الحكومة اللي باش نكونوا احنا فيها باش نحسنوا عدد الرحلات وباش نحسنوا نوعية الرحلات وباش تكون هذا الخط مكسب، لن يقع التراجع عليه لفائدة الجنوب التونسي. شكرا لك. تونس كل، وميناء جرجيس هو درة من موانئ البحر الأبيض المتوسط، سيكون له شأن اقتصادي عظيم، أبا من أبا وكره من كره. شكرا، خذيت الوقت نتاع السؤال الثاني. ما يحب يسأل يتفضل. لا لا، أنت خذيت الوقت نتاع السؤال الثاني. مش حبيس يقول معنا موافقني هو. لا، مش هو الموافقة، كان عندي من إدارة نتاع وقت أنت فوتها. فأشكرك احنا جايين، وأعتذر من الشاب اللي كان مش يسأل السؤال. بيه ميسألش في لحظة، في لحظة استثنائيا في 20 ثانية. تجريم التطبيع سيدنا عسلامة، مرحبا بك. بخصوص تجريم التطبيع، وخصوصا أن كل بوصلة لا تشير إلى فلسطين هي بوصلة مشبوهة، إلى أين تتجاهل بوصلة البرلمان التونسي بعد 9 سنوات من 14 جان في 2011؟ والشكر. هذا فلسطين نصورك مش تعب في ساعة، أما ماذا بيك في أقل في كلمتين. أنا أقول لك اسمع، أنا قلتها في البرلمان ونعودها على الملأ، القدس لا تباع ولا تشترى بأموال الدنيا، أولى القبلتين، ثالث الحرمين الشريفين، مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، هي مهد السيد المسيح عليه السلام، هي أرض الديانات. سندفع بكل إمكانياتنا من أجل التصدي لصفقة القرن. شكرا لك. في حدود ما يتوفر لنا من إمكانيات في البرلمان. شكراً. بما في ذلك سن قانون يجرم التطبيع. شكرا لك سي سالم، يعطيك الصحة. خلينا نشوف وعود وتعهدات السيد النائب حسون الناصفي. مرحبا. في إطار قانون المالية 2020 بشكون عندنا بعض المقترحات اللي ماهيش في حاجة في الحقيقة لكتلة نيابية، وإنما حتى 5 إمضاءات تنجم تقدم مقترح تعديل في مشروع قانون المالية. زوز نقاط أساسية، أولا طرح وإعادة جدول ديون صغار الفلاحين والبحارة. اثنين، منح العائلات المعوزة. سنتقدم بمقترح لمراجعة منحة العائلات المعوزة بطبيعة الحال في إطار الترفيع فيها أكثر ما يمكن. ثم بعد ما كملوا قانون المالية باش يمشيوا بتقدموا بمبادرة لتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب باش نحسن من نسبة الحضور. سنقترح أنه نسبة الحضور في مجلس نواب الشعب القادم تحتسب بنسبة المشاركة في التصويت. أيضا تنظيم جلسات الحوار مع الحكومة في حاجة إلى مراجعة، وتفعيل آليات الرقابة وخاصة لجان التحقيق. سيد النائب، هذه كانت وعودك، اسمح لي باش نذكر بحاجة مهمة. وقت المناظرات كانوا العديد من المترشحين مشاركين، واليوم انتوما بحذانا 7 ملي شاركتوا في المناظرات ذوكم، واختاركم الشعب أنكم تكونوا في البرلمان. هذا لمن قد يتساءل علاش 7 نواب بحذانا انتوما فقط اليوم. 27 ما نجحوا، كان 7 27 نجحوا 7 وهما بحذانا اليوم، وتعهدتوا وجيتوا وشكرا لكم. سي حسونة، نبداو بسؤال الجمهور، تفضل. عسلامة. أهلا وسهلا. أمنا جابسي من جابس. سي حسونة، باش نسألك شنو صار بخصوص مشروع نقل وحدات المجمع الكيميائي؟
لحد الان معناها ما صار حتى شيء. ممكن نحب نعرف شنو المصير وشنو صار. السؤال واضح واضح واضح، وموضوع موضوع يلزمني نركع مش ناقف باش نجاوب، على خاطر موضوع حارق اللي فرد عمر انا وياه المجمع الكيميائي، والمعاناة اللي تحس فيها انت ونحس فيها انا ونحس فيها القوبسيه الكل تو من السبعينات لليوم، للاسف مازلنا ما لقينا لهاش حل. اما ماهوش نقل وحدات، اللي وصلنا له القرار اللي وصلنا له في 2017 هو احداث مدينه صناعيه جديده صديقه للبيئه وتحافظ على صحة المواطن وتكون خارج مناطق العمران، بعد ما كانت طيلة سنوات مجرد كلام وتسويف، ثم ولينا نحكيه على تكديس الفوسفوزيبس من البحر ونهزوه المنطقة من المناطق اللي هي المخشرمة، وهذا ما رفضناه. اليوم حتى إحداث مدينة صناعية للأسف ما حظاش بمقبولية مجتمعية في ولاية قابس في المناطق اللي كان من المفروض أنه يتم اتخاذها. وقت اللي تبدا عندنا ايادي مرتعشه لحكومه غير قادره على انها تاخذ قرار حاسم في الموضوع هذايا، خليني نجيك بالاخر، وهذا عملته في برنامجي الانتخابي واليوم باش يولي ملف والشيء اللي باش ندافع عليه. كل ما صارت رفض مجتمعي لاحداث هذه المدينه الصناعيه في اي منطقه، ما فماش في قابس معتمديه فرض ومعتمديه سنه. واضح سيد حسون؟ لا مش واضح، لانه انا اليوم مع اخراج هو واضح راهو مش الوقت. اخراج الجمله المفيده واللي بها الفائده واللي هذه فيها تبعات، لانه فهم برشا ناس ما يمشوش معاك في المقترح، هو اخراج نهائي لهذه المدينه الصناعيه خارج حدود ولايه قابس. ما عادش فما حل اخر النجم يكون عليه شبه اجماع باستثناء هذا الحل. توا واضح؟ واضح. تفضل. مازلنا سيدنا هاني بحذاك. أقنعكي الجواب؟ والله لو كان فما حل على المدى القصير إن شاء الله، شنو الإجراء اللي باش تتخذوه؟ هو الحل موجود والقرار تم اتخاذه، والسلطة والحكومة أخذت تعهدات بإنجاز هذا المشروع. مدينة صناعية بتكلفة تناهز 5000 مليار، أكبر مشروع استثماري تقريبا باش تشهده البلاد في المستقبل القريب، مرحلة متاع 7-8 سنوات على أقصى تقدير يتم إحداث هذه المدينة الصناعية على مراحل. لكن كل ما اللي صار انه صار رفض مجتمعي في المعتمديات اللي كانت ممكن انها تحتضن هذا المشروع. السؤال الثاني ليك سيد النائب حسون الناصف. مرحبا، شنو احوالك؟ اهلا وسهلا. بون، السؤال بالطبيعه باش يكون في المجال البيئي ايضا. نذكر اول حاجه بالجرائم اللي يرتكب فيها المجمع الكيميائي في قابس. لكن في نفس الوقت مع الجرائم البيئيه هذه قابس ديما مصنفه في الاوائل في البطاله، بما يعني منوال تنموي فاشل. صحيح. علاش نحكيو على انجاز وحده صناعيه جديده؟ علاش ما نحكوش على بدائل تنمويه تقطع مع هذا؟ مدينه صناعيه وليست وحده. مدينه صناعيه جديده صحيح، لكن علاش ما نحكوش على بدائل تنمويه تقطع مع الصناعات الكيميائيه هذه؟ وهذا اش معناتها مدينه صناعيه جديده؟ مدينه صناعيه. الصناعات الكيميائيه. لا شوف، ماهوش بالضروره صناعات كيميائيه. المدينه الصناعيه الجديده وقت نقولوا مدينه صناعيه مش وحدات. باش تكون فما مؤسسات راجعة بالنظر للمجمع، لكن باش يكون في المحيط بتاعها مشاريع اقتصادية جديدة وصناعية جديدة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، اليوم الإشكالية اللي موجودة في قابس صحيح معضلة البطالة كبيرة وكبيرة جدا. علاش؟ لأنه الناس الكل تشوف روحها ما تنجم تخدم كان في تلك المؤسسة، ما فماش أفق تشغيلية أخرى، وحتى التحفيز بتاع الاستثمار ما فماش آليات للأسف الشديد وضعتها الحكومة للاستثمار في مجالات أخرى في ولاية قابس اللي كانت تنجم تكون فيها الاستثمارات على مستوى الصناعات الفلاحية، كانت تنجم تكون فيها استثمارات في القطاع السياحي، كانت تنجم تكون فيها استثمارات في المستوى الثقافي، والثقافة في قابس مخزونها كبير وكبير جدا. ومؤخرا زارنا وزير السياحة وشاف واطلع على حاجات عمره ما راها وما كانش يعتقد أنه قابس فيها ذلك المخزون، إلى جانب السياحة الاستشفائية اللي عندنا مشروع أيضا استناوا فيه عنده سنوات في الحامة في منطقة الخبيات اللي كان ينجم يفتح أفق تشغيلية كبيرة ويغير وجه البلاد. هذه مشاريع نجمه غدوة كي نقضيه على معضلة التلوث ونقصه شوية من أنه قابس عنوانها التلوث، توي تفتح باب كامل بتاع استثمارات نجم تغير وجه الجهة. سيد النائب انتهى الوقت، فضل البحثية جست ندقوا لهنا في بعض المسائل اللي كان تسمح في دقيقة. سألتوش قناعتك ولا؟ ما قنعكش؟ لا مقتنع. قنعك؟ لا خاطر معناها باهي، مؤسف مش مقنع. أنا مازلنا نحكيو على صناعات كيميائية في مدينة فيها واحة وفيها مش صناعات كل خايبة. مع العلم أنه وصف مش الصناعات الكل الجرائم الكيميائية، أنت توافق على لا ما حكيتش على الصناعات الكيميائية. أنا حكيت على الصناعات الكيميائية. لا أنا هذاك قلت لك موضوع محدود، أنا موقفي فيه واضح.
تلك الوحدات اذا كانت تحب تعمل معامل ووحدات جديده تخرج من ولايه جابس تماما، لانه ما عادش فما يعني مقبوليه تصدير المشكل الى ولايه سحسونة. اشرت برشا مرات الريزيستانس نوع معناه قلت انه المجتمع اليوم يرفض ان تكون الوحده في مكان معين دون اخر، لانه ما عندوش ضمانات، لانه الناس ما فماش عائله في جابس ما ماتلهاش شكون بالكونسير، فماش مستحيل. هذا الشيء اللي يخليهم انهم يسعوا انه يخرجوا الوحده هذه من المناطق السكنيه. وقد ما حاولنا نعطوا تبريرات انه المشروع هذايا راه باش يكون صديق للبيئه، حتى حد ما حب يصدق. وحتى حد ما حب يقتنع اللي راه المشروع باش يتم بمواصفات جديده بتاع 2021 و2025 و2024. ماهوش بمواصفات 72 و73. الحل ما دامنا ما اقنعناش الناس والشرط المقبوليه المجتمعيه مكتوب ومدون، وقت اللي تم اتخاذ القرار في رئاسه الحكومه بحضور النواب كان فما شرط اساسي انه يتم قبول هذا المشروع، ما صارش قبول، ما نقفوش، لانه المعتمديه اللي موجود فيها اليوم والمعتمديات المجاوره للمجمع ماهيش باش تقعد هي تدفع في الثمن تيله سنوات اخرى اكثر من اللي دفعته في تيله 50 عام. هذه هي النقطه المتوقف عليها الموضوع، يلزم القبول المجتمعي للوحده المجتمعي الجديده. المشروع تقريبا دراساته تنطلق، اعتقد المجمع تعهد باش انه ينطلق فيها مباشره. الجدول الزمني حدده باش بالاشهر وبالسنوات. هذه مسؤوليتك كامله، احنا لانك شوف نائب شعب اللي تمشي له وقت اللي بديت نائب شعب ديسمبر 2014 وكيف خرجت من المده النيابيه وين كنا وين صبحنا، فرق كبير وكبير جدا. كنا نحكيه على حاجه ولا عندنا قرار يتعلق بشيء، لكن للاسف ما لقيناش رئيس حكومه حاسم في هذا الموضوع وخذ القرار وتحمل مسؤوليته، خلى المسؤوليه لاهل الجهه لابناء الجهه. باش نشوفوا مع الحكومه الحاليه كيف ستكون الامور متوسم خير في الليل الفخفاخ. انا تعهدت في الحمله الانتخابيه نتاعي اني لن اصوت لأي وزير من الحكومة الحالية من الناس اللي خالفوا تعهداتهم تجاه ولاية جابس. الحمد لله المجموعة اللي كانت في مخي ما عاود منها حتى حد. شكرا لك حسن الناصفي. نمر إلى وعود النائب حاتم المليكي. حزب خالد تونس فما مجموعة من المقترحات القانونية حكينا على شوية منها، وفما مقترحات أخرى تطرحها بإعادة النظر في القانون الأساسي الميزانية بإضافة بند تاع الميزانيه الاجتماعيه، تتعلق بالمسامين نحن بالدستور الاقتصادي اللي هو تجميع القوانين الكل تتعلق بالتجاره وبالفلاحه وبالانشطه الاقتصاديه وبالاستثمار المسائل الماليه في مجله واحد باش المستثمرين ينجموا يخدموا، عندهم قانون واضح ينجموا يخدموا عليه. تم مراجعات تهم العديد من القوانين في تونس، مجله الجبايه، مجله الجبايه المحليه، مجله المحاسبه العموميه، قانون الصرف، فما برشا قوانين في تونس يجب المراجعه باش نسهلوا على المواطنين انه يعيشوا في بيئه قانونيه خير، هذا نتعهدوا به في قلب تونس. سيد النائب سيد حاتم المليكي، خلينا نتفاهموا على حاجه. باش تقف من توا؟ لا باش نقف للسؤال. كان باش تقف للسؤال خلينا نقفوا من توا. هاي فوالا سامحوني شباب غرب سامحوني. السؤال من الشباب. هاي وين؟ سامحوني من هنا السؤال من هنا يا سي حاتم. وين؟ عسلامة سي حاتم المليكي. مريم الخميسي من ولاية تبعتش برشا هذا. ماذا بيا لو كانت ساعتين كاملين لولايتي، لكن ما نجمش خاطر نختصر الوضع اللي عايشته الولايه في دقيقه، ولكن باش نحاول نسال اكثر سؤال الاكثر استعجالي واللي هو التجاوزات اللي صايره في معمل الاسمنت بام الكليل. هل هناك حلول جذريه وسريعه بما يخص الموضوع هذا والا لا؟ المره الاخرانيه في اخر مجلس الجهوي مشينا قابلناهم الجماعه باش نسالوا شو المشكل اللي صاير. ثم صراع ما بين النقابة وهذا دورها وعملها تقوم به، عملوا جلسة مع المدير العام تاع اسمنت ام الكليل، ثم نقاشات كبيرة على مواضيع الأصل، شنو المشكل أصلا؟ النقابة تقول أنه ما يتوفرش في ام الكليل ما يكفي من الناس باش يخدموا، عدد العمال الموجودين في ام الكليل ما يخدموش المعمل، والمعمل رابح وعنده مرشي في الجزائر وعنده مرشي في تونس، ولا بأس عليه، والإدارة الحالية متعنتة في الموضوع هذا. فهمنا انه جلسات قادمه وانا معناها ربي حبني اني في اللجنه الجايه ويعطوني لجنه الشؤون الاجتماعيه والصحه وما انا واتحاد الشغل باش نعاودوا نرجعوا برنس يكون جمعتين اخرين باش نتفاهموا الموضوع. ثم جزء يخص الخدامه، حكايه الماكله والترونسبور يقولوا تفهموا فيه يقولوا حل. قال مشكل الهيكل نتاع اسمنت ام الكليل بالوضعيه الحاليه ما عندوش كوادر تخدم معمل بالحجم هذاك وينجم يبروفيتي من المرشي نتاع الجزائر، واللي هي وضعيه غريبه، معناها انت عندك المرشي عندك والخدمه عندك وناقص باش تعمل الانتدابات. هذا نتفاهموا في الانتدابات، تبقى مشكله الانتدابات ديما تعمل اشكاليات ثانويه، لكن هذا ان شاء الله ماشيين فيه، وماشيين في مشكله معمل الكابل. يزموا يرجع الكيف معمل كابل 400 عائله اللي تشردوا العام اللي فاتت في وسط اهمال نتاع دوله ناس مطيشين بلاد ما فيهاش ولايه ما فيهاش حتى معمل.
يخرج معمل بالطريقه هذيك ما نجموش نحموا وظائف. احنا ما احنا وصلنا في بلادنا مش نخدموا العباد، ما نحموش وظائف الناس اللي موجودين. نشوفوا عباد قدامنا تخرج وعائلات تتشرد وناس عندها ديون وناس مساله وعامله ديار والدوله تتفرج عليهم والعباد خارجه من البلاصه هذيك. فما مشكورين الامين العام اتحاد الشغل تعهد انه في الايامات الجايين فما خطوات متقدمه لاقناع الشركه باش تعكابل باش ترجع للكيف ان شاء الله ربي يسهل. هل لك تعقيب؟ اي عندي تعقيب خاطر بعد كل هذا مشكلة أم الكليل مش فقط في الانتدابات، المشكلة زادة في التلوث. عندك فكرة على اللي فيلتر اللي ماهوش موجودين كيما جبل الوسط؟ عاملين دراسة، هما يقولوا عاملين دراسة، دراسة باش نجم المعمل كيما المعامل موجودين في جابس والبلايص الكل، أنك تستخدم التكنولوجيا الجديدة باش تحد من مسألة التلوث. باهي، مشكلة كبير، لكن عندنا وظائف في البلاصة هذيك ويكاد يكون كان أم الكليل المعمل الموجود الوحيد، معناها الشركة العمومية الوحيدة في موجودة في الكيف، فما دراسة متقدمة فيما يخص مسألة استعمال التكنولوجيا مودير باش ما عادش يلوث المنطقة هذيك اللي موجود فيها. لكن يلزمنا نحافظوا عليه المعمل ونحافظوا على الوظائف اللي فيه وتدخل فيه عباد أخرين تخدم، ما دام عنده مرشي ويخدم ولا بأس عليهم الكيل علاش. باهي، سؤال ثاني. شكون؟ من هنا من الناس حتى محمد حجوني مش ذنب بعضهم انتم تسالوا ارواحكم اختصار سيدنا بحث من وليك وينك عايش. هل قمتم بتحديد المجالات اللي قادره تنجح الكيف اقتصاديا وتنمويا وتخلق مواطن شغل؟ انا عندي 25 سنه نخدم خبير تاع تنميه، راسي تفلقت مع الحكايه هذه. ولايه الكيف هي ولايه فلاحيه بطبيعتها، تجي انت تعمل مسح عقاري في ولايه الكيف، الهكتار يسوى 3 و4 منين يولد باع ب 15 و 20 مليون، تخلق ثروه في ولايه الكيف كبير. المشكل الثاني نتاع الفلاحه هي الموارد المائيه، البحيرات والبراجات اللي لازم الدوله تستثمر فيهم باش تولي المناطق كلها سقويه في الكيف تنجم تنتج. الشمس موجوده، الارض موجوده، الطرقات موجوده، هات نحلوا المشكل العقاري ونحلوا المشكل. المشكل الثالث يلزمنا نخموا في الكيف وان شاء الله نوصلوا للوجاده انه نعملوا مرشي تاع جروب. السلعة هذيك الكل اللي تخدم فيها من عبيدة اللي جاية واللي جاية من السرس والزيتون اللي موجود في الكيف الكل هذاك يلزموا مرشي القرو. ممكن تقول لي من بعد مرشي القرو ما نخدموش على الكيف وحدة، نخدموه بين الكيف وجندوبة، ولا نجو نعملوه ما بين الكيف وسليانة، نزول الكريب ونزول الطويرف باش يولي فما إنتاج أكثر. أما ما تنجمش راهو تعمل قطاع فلاحي وما عندكش مرشي القرو وما عندكش صناعات تحويلية باش تصور الفلوس، ما بقوش نحن نبيعوا للعباد وهما يحولوا في بلاصة أخرى وياخذوا في المارج نتاعهم. ما زاد الناس اللي تعبت الزيتون وعامله الطماطم وعامله الفلفل وغرست، خليها هي تصور الفلوس هذيك باش تخلي الفلوس في البلاصه هذيك والاستثمار. المساله الثانيه اللي مشكله الكيف هي استغلال الطاقه الثقافيه تاع الولايه. يعني قداش من مهرجان في الكيف، كيف كلها مهرجانات ونحن نحبوا الزهو والترب نصلي على النبي علينا، يخلينا ننظموه القطاع هذاك. شنو ناقصوا القطاع هذاك؟ ناقصوا المساله السياحيه اللي تلصق في الانشطه الثقافيه. أنا نعملوا سيكا جاز نروحوا فيها ما نلقوش العباد وانت بيت اصلا. شكرا لك سي حاتم يجي نرجعوا لبلايصنا. وعلاش خلينا نكلم الراجل. كملت. ناش اقتنع ولا الشاب بالاجابه؟ اي اقتنعت. جيت نسالوا على خطط الاستثمار يا اخي. اي اقتنعت. اتون نجيك من بعد في الوعود ونقول لك. هو تو المجال لي انا سي حاتم. تفضل ابا. في مدى الوعود اللي قطعتها في المناظره التشريعيه كانت تفكرها. وين وصلت في مدى تقدمك؟ فيما وعدت به ثم بصمه في قلب تونس. انا دخلت خطر على قلب تونس هي محاربه الفقر. جينا في قانون المالي توفرت لنا الامكانيه، ساهمنا ب 11 مقترح في تعديل قانون المالي. الاولاني بالكل انه نحو كل 1% المساهمه التضامنيه على العائلات اللي تاخذ اقل من 5 ملايين. هو عريان يزدب في ميت السيد خشاريته وكل في العام ما توصلش 5 ملايين عامل عليه انت مساهمه تضامنيه، تستحق الاعانه هو اللي تعمل فيها. ثم قطاع بالع وتخدم فيه برشا عباد وناس قلالة تخدم فيه اللي هو قطاع البناءات. جينا عملنا مقترحات باش نعاودوا، انت تجي تطلع في التمام باش الناس اللي تقترض ما عادش تقترض، وتطلع في الطو نتاع التي في على الديار، الناس ما عادش تلاقي تشري ديار، قطاع كامل نتاع البعث العقاري تبلوكا. عملنا 3 مقترحات وتعداوا وشكرا لكم. انا احكي على مقترحاتك جدي الشخصيه. الوعود اللي قدمتها في المناظره، أنا قدمت مجموعة من الوعود في المناظرة. أنا صباح الشاكر نكتب قانون وتعدى نصحح فيه. لا ما قلتش هذا. أنت قلت تعدى على القنوات العادية في المجلس. أنت قدمت وعود. قلت يمكن الوعود اللي قدمتها تحب لها أكثر من 99 يوم. أرجع لتالي تلقى نحن في قلب تونس نتعهد، مش وحاتم المليكي يتعهد. طبعا. ما كان ربي سبحانه ونجم يعمل الشهادة. قلب تونس قديش تقدم في تعهداته؟ صحيت، هاني نحكي لك قلب تونس. فما 3 مقترحات عملناهم في البعث العقاري، لأنه قطاع جمد. راهو كي تبني دار فما واحد مش يبيع كوجينه، الاخر مش يبيع ضوء، الاخر مش يبيع، هذاك قطاع يشغل برشا.
أخذيناه بعين الاعتبار. ثم القطاع الثالث اللي عملنا زوز مقترحات فيه تعدوا في القانون المالية متاع السنة، اللي هو قطاع الأدوية اللي وصلنا فيه أزمة عمناه ورا ما وصلناش فيه الأدوية، وخاصة الأدوية بالنسبة للناس اللي يحتاجوه. وثم زوز مقترحات بالنسبة للسوق المالية، ممكن ما يهموش الفقراء ولكن يجيبوا موارد جبائية للدولة. هذا خدمنا عليه. حاليا نخدم في مراحل متقدمة على مراجعة قانون الصرف، بما أنه نحن لجنة المالية خاطياتك قلب تونس خاطياتك لجنة المالية، عملنا مقترح وتقابلنا مع وزير المالية باش نراجعوه. هذه عيب في تونس، التوانسة ما عندهمش كونت نجم يعمل كونت اون دوفيز. واحد يحب يشري من برا ما نجمش يشري من برا، يحب يبيع لبرا ما نجمش يبيع لبرا. شنو واحد تلقى عنده في الطرف فلوس ورواد دخلوا الحبس؟ نحن بريسك البلد الوحيد في العالم، نحن وكوريا الشمالية، اللي ندخلوا واحد على قانون الصرف الحبس. ما فهمش العقوبة السجنية في العالم الكل دوره كان تونس وكوريا الشمالية، قانون الصرف الدخل على البلد الحبس. شنو ملامح اللي مقدمينه في هذا القانون؟ السماح للمواطنين بشروط معينة تكون عندهم إمكانية يكون عنده كونت. الناس اللي تجيب فلوس من برا ما تبقاش التعب فيهم والتخرج في الديفيدوند بتاع ما تخرج فيهم. ونخموا أنه يصير نقاش كبير على المسألة الهامة في تونس اللي هي الكونفرتيبيليتي تاع الدينار. انك انت عندك حانوت تمشي لتركيا تشري في تركيا، تنجم تشري بالدولار ولا بالدينار ولا بالليرة. خلي في تونس نشري بالدينار تزيري باللورو نشري بالدولار. يعطيك الصحة سعادة الملكي. وسنمر الى محور اخر، دور ومهام النائب. دور ومهام النائب، تفضل. وفي الفقرة هذه سيكون الأسئلة في علاقة بدور النائب بأبعاده الأربعة، يعني التمثيلية والرقابية والتشريعية والانتخابية. السؤال الأول سيكون موجه للنائب حاتم المليكي عضو لجنة التشريع العام. باش نرجع معك سيد النائب مرة أخرى في علاقة بأعمال التشريعية. سي حاتم، باش نسألوا على مجموعة القوانين التي وقع طرحها في البرلمان والانتباع أنه كلها متعلقة بقروض، كلها متعلقة بالمديونية تحديداً خلود 11 من أصل 14 قانون تمت المصادقة عليهم هي ديون. العمل التشريعي متاعكم وينو؟ باهي، وباقي اتفاقية مالية روا. خذ انت بلوم تاع 5 سنين تاع الحكومه المده النيابيه السابقه، دابري بوصه يقولوا فما 320 و26 قانون تعدوا على مجلس النواب، 60 منهم قروض، 11 على 60% منهم قروض، 30% من قروض، 11 على 14 باش تجي اكثر شويه، تجي حدود 75% ولا 80%. صحيح انه المبادرات التشريعيه اللي تجينا نحن في مجلس النواب منين تجينا؟ تجينا من عند الحكومه. وصحيح انه الحكومه فالسه، وصحيح اللي نهار كامل تتسلف وجايتنا نحن الصادقون على القروض نتاعها. هذاك وقعنا. احنا عندنا حكومه لا تخمم لا في اصلاحات لا كبرى لا عميقه لا جذريه لا حتى شيء، نهار كامل تتسلف وتجيب لنا في القروض نصادقوا عليها. القروض المشكل زاد حتى في المصادقه على القروض، واحد منهم تعطل وصارت فيه اشكال وتاخرت الجلسه نتاعو. ليش؟ لانه حتى في الصيغه اللي يجيبها لك نتاع قرر لا يعطيك شرح اسباب واضح، لا يقول لك علاش ياخذ فيها الفلوس، لا وش يعمل به. ولكن احنا ديما عندنا التزامات دوله تونسيه تجاه ممولين اجانب، نحبوا نحافظوا على العلاقه ذيك. يقول لك اعطاني منحه قاعد يمشي معايا في برنامج، ندفعوا في اتجاه المصادقه على ذلك. ولكن اليوم كي تولي عندنا حكومه، احنا بالنسبه لي يلزمنا نتوقفوا على السياسه التشريعيه هذه. شكرا لك، شكرا لك سيد النائب. سحسون الناصفي، 9 سنين بعد الثوره ما توفقناش في تحديد القائمه النهائيه لجرحى وشهداء الثورة، دور موكول السلطة التنفيذية، ولكن بصفتك عضو في اللجنة هذه، شنو هي المقاربة نتاعكم لحل حالة هذا الملف؟ ويني القائمة سي حسون؟ قائمة موجودة وتم تقديمها من قبل رئيس الهيئة، وجابها الرئيس مجلس نواب الشعب، الناس كلنا شفناه، وتصاور اتخذت وتنشرت في الموقع الرسمي للمجلس، وتعدات في وسائل الإعلام، وتهدات وتعطات للهياكل الرسمية. لكن وقت اللي تبعثت إلى رئيس الحكومة وقفت غادي، لم تنشر في اللجنة. احنا اليوم في لجنة خاصة عملنا جلسة استماعات، عملنا استماع الأسبوع الفارط لرئيس الهيئة وأعضاء الهيئة، وشفنا شنية وجهات النظر بتاعهم وعلاش التعطيل هذايا، وعطاه شرح الأسباب. فما أسباب موضوعية تنجم تفهمها، ولكن فما أسباب
استحالة أنك تنجم تقتنع به. لكن القائمة بتاع شهداء الثورة والجرحى ورغم اللي صار عليها أما راهي تقدمت وجات وتسلمتها. أنا وقتها نذكر روحي كمساعد رئيس لمجلس نواب الشعب في بحضور السيد رئيس المجلس وجاء سي توفيق بدربيله ومدها لرئيس المجلس. لكن رئيس المجلس ليس من صلاحياته أن ينشر هذه القائمة. ما هوش يتحصلوا عليها الناس المعنيين توا ذايش فهمت من كلامك. هي فما قانون يعطيك ويضبط إجراءات نشرها ويكلف الشخصية الرسمية المكلفة بنشرها. صارت التعطيل أين وين حصل؟ ما حصلش عندنا احنا في مجلس نواب الشعب. المكلف بنشر هذه القائمة رسميا بشكل رسمي هو رئيس الحكومة. المطلوب منكم المتابعة سيدنا. المتابعة صارت واللجنة قاعدة تخدم وقامت باستماعات وستستمع أيضا حتى للأطراف اللي تعمل في رئاسة الحكومة في الموضوع هذا. وأعتقد أنه إن شاء الله في أقرب الأوقات الممكنة يتم حل هذا المشكل. شكرا لك. سؤالك سيد سالم الأبيض وتحدثت أكثر من مرة على مجموعات ضغط ولوبيات داخل المجلس في أكثر من تصريح. في الآونة الأخيرة وجهت اتهامات خطيرة، قلت المجموعات الضغط أصبح عندها نفوذ واسع داخل المجلس وتكرر وتؤكد هذه الاتهامات المتكررة للمجلس. حب نسأل أكثر على المعطيات، على التوضيح. دورك كان بأنك تكشف هذه المسائل. هو هذا سؤال ولا استشكال؟ زوز أنا ثم فرق بين شو الفرق بين الاستشكال وال الفرق بين الاستشكال والاستشكال والسؤال هو أنك تبحث على إشكالية عميقة وكان مجرد سؤال يعني تنتظر على إجابة تقليدية. الإجابة عندك تحب تقليدية تحب مش تقليدية. أنت تجاوب سي سالم. ثم فرق منهجي بين السؤال والاستشكال. في كل الأحوال الإجابة هذا استشكال ردها استشكال أو إجابة. هذا استشكال كبير في تونس وعنوان أزمة عميقة. وأنت أول شيء تمشي تسأل الأحزاب السياسية اللي مولت لها شركات معناها كبيرة ورؤساء معناها أموال وأصحاب مصالح حملاتها الانتخابية ومكنوهم من أنهم يوصلوا لمجلس النواب. وأنا وقت نشوف بعض أصحاب الأعمال أمام اللجنة المالية أثناء مناقشة قانون المالية في اللجنة ولا بالتحويل فصل ولا تغيير كلمة لأن تربحهم عشرات المليارات ولا حتى مئات المليارات أتساءل عن الأسباب. ومن بعد في دول أخرى سي سالم خلينا نكمل لك فقط تفاعل صغير في دول أخرى ثم تقنين مسألة اللوبيين خلينا نكمل. هل تفكرون في هذا مثلا؟ خلينا نكمل لك دقيقة. أنا أتذكرك مرة من المرات كان عندنا قانون شوف المواطن العادي وقت يخرج يبني خارج الرخصة يجوا يهدموا له. يجيك رجل أعمال ولا مقاول كبير يبني عند الحق في عمارة بثلاثة إتاجات يبني عشرة يجيبوا لك قانون يسويه. هل التسوية هذه معناها لوجه الله؟ ما هيش لوجه الله. ثم لوبينج حقيقي في القوانين وفي سن القوانين ولكن يا ليته كان لوبينج منظم. هل تفكر في تقليل المسألة؟ هو ليس لوبينج، هم أصحاب مصالح متنفذين قادرين على التأثير. أنا سألتك سؤال ما جاوبتيش عليه سي سالم. قادرين على التأثير في قوانين بما يخدم مصالحهم. تنظيم اللوبينج احنا عندنا عدة أشياء تحتاج للتنظيم في تونس. عندنا قانون الإشهار السياسي. الإشهار هذا جزء من العملية. أنت تكون عندك صاحب قناة وعندك خط تحريري ويمشي مع الحزب هذا ويمشيش مع الحزب هذا ويوجه الناخب ويطلع النائب هذا وما يطلعش مترشح هذا. هذا شنو؟ هذا تأثير فاسد في على البرلمان. واحنا شكرا. انا ما نقولكش عندي الصوره المثلى تو باش نقضي على الظاهر هذه ولكن اتصدى قدر الامكان شكرا لك من داخل البرلمان للقوانين. شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا السيد عامر العرايف. سؤال مؤسف شويه الحقيقه يعكس فشل هزيته معك انت من البرلمان السابق لهذا في علاقه بالمحكمه الدستوريه. علاش هزيته معايا انا المسؤول عليه؟ يعني انت تحكم في السؤال نتاعك انا وانا هذا الفشل هذا من النواب. انا مسؤول على الفشل. انت من النواب. انا يضر لي السؤال نتاعك ماهوش انت والنواب الاخرين اللي معك. طيب انا باش نجاوبك. هزيتوا الفشل نتاع المحكمه الدستوريه معكم واليوم تونس تفتقر للمؤسسه المصيريه هذه رغم الوضع السياسي الراهن. سي عامر العريض كيفاش باش تكون اليوم المحكمه الدستوريه في اولوياتك؟ اولا مش احنا اللي هزينا الفشل هذا، عفوا سامحني انت هنا دخلت خرجت شويه من الحياد، مش احنا اللي هزينا الفشل هذا. لكن باش نجاوب على السؤال باش نتعامل بكل روح رياضيه مع هذا الموضوع. عفوا المحكمه الدستوريه ليش عملناها؟ نحن عملناها باش تكون هي ركن من الاركان الاساسيه للنظام الديمقراطي الحديث. مثلا كي صارت اختلافات حول تاويل الدستور ما عندناش محكمه دستوريه، لكن عندنا محكمه دستوريه هي اللي حسمت الخلافات هذه. ولذلك احنا كتلة حركة النهضة
في المجلس التأسيسي كما في البرلمان اللي فات كما في البرلمان هذا حريصة حرصا شديدا على وجود المحكمة الدستورية، وما دخلناش في التجاذبات والتزمنا بكل التعهدات. وقت اللي اتفقنا مع الكتل الأخرى احترمنا اتفاقاتنا، ثم كتل أخرى تكسرت، ثم كتل أخرى ما احترمتش اتفاقاتها، ثم ناس معناها يعطوا كلام ويعملوا حاجة أخرى في التصويت، هذيك وقعنا. لكن نحن كتلة النهضة التزمنا بكل ما اتفقنا فيه مع الناس الأخرين، ونحن حريصين. وهذاك علاش داير في جملة فقط، هذاك علاش نحن حرصنا على حكومة وحدة وطنية فيها كل الأطراف اللي مستعدة تشارك فيها، باش نجموا نستكملوا ركن أساسي للنظام الديمقراطي الذي نبنيه وفق الدستور اللي هو المحكمة الدستورية. سيد عامر العرايب شكرا لك، هزيت الفشل موجه لكل النواب اللي كانوا في البرلمان السابق. لا انت وجهته لي انا شخصيا، انت يعني نائب شعب، ارجع للنص اللي كنت قلت لي شخصيا، نائب شعب، نائب شعب انت لكل النواب. افضل انه يكون لكل النواب، ما تغشش السي عامر، انا محايده فما بس الحياد، لا اطلب منكم الحياد ارجوك. شكرا لك. السؤال الموجه لك سي عدنان بن ابراهيم، نحكي على مشروع قانون المسؤوليه الطبيه اللي طال انتظاره، يرجع من جديد الى انظار لجنه الصحه والشؤون الاجتماعيه بعد تقريبا سنتين من اعداده، علاش هذا التاخير؟ الحقيقه سي شاكر وبربي يعطيني حيز، لانه هذا موضوع مهم جدا ويمس التوانسه الكل. على حسب الحيز اللي باش تاخذه معنا. الله يبارك. هو مشروع قانون المسؤوليه الطبيه ظهر لي قعد في رفوف المحكمه في رفوف الحكومه تقريبا ما يناهز الاربع سنوات، وتعرض في فتره انتخابيه جابوا سي يوسف الشاهد للجنه وحبوا يعديوه كما يعني كان في اطار حمله انتخابيه. اليوم وقت اللي تعرض علينا كمجلس جديد مش معقول نصوتوا على قانون مسؤوليه طبيه. صحيح انا في فراغ تشريعي ما فماش حتى قانون يحمي الـ يضمن حقوق المرضى ولا يحمي يهيئ مناخ سليم للعمل الطبي ولا اطار الشبه الطبي. مش معقول اليوم 217 نائب يصوتوا على مشروع قانون اللي لم يطلعوا عليه. هذاك علاش طالبنا احنا وكلمنا سي خالد كريشي ما قصرش، رجع لنا مشروع القانون هذا الوسط للجنة الصحه، ومن الطف الله انه رجع لنا القانون هذا لانه فيه العديد والعديد من الثغرات، لانه فما بعض النصوص وبعض الفصول في هذا المشروع القانون لا ترتقي الى مستوى حتى في طريقه الصياغه سكونابيل ليجيستيك، طريقه صياغه القوانين يعني بحاجه مش معقوله. اليوم نحكيو على قانون مسؤوليه طبيه ما فيش باريميزاسيون، اليوم نحكيو على قانون مسؤوليه طبيه ما فيش سقف معين للانديمنيزاسيون، نحكيو على قانون مسؤوليه طبيه اللي لي كوميسيون اللي جان التسويه الرضائيه التو ما نعرفوش شكون يكون يمثل فيها، نحكيو على قانون مسؤوليه طبيه صحيح في ظل فراغ تشريعي يلزمنا نسرع ولكن ما يلزمناش نتسرعوا. اعتقد انه احسننا فعلا باعاده مشروع قانون المسؤوليه الطبيه للجنه الصحه للنظر فيه مجددا، واستمعنا الى العديد من الاطراف اللي لم تقع الاستماع اليها من قبل، ونجم نسمي لك العديد من الاطراف هذه. شكرا لك. وان شاء الله في القريب العاجل نستمع لسلطه الاشراف ونقرر ونذهب به. شكرا سي عدنان. شكرا يعطيك الصحه، جلسه عامه. سيد علي طياشي باش نحكيو على لجان التحقيق البرلمانيه وخاصه لجنه التحقيق في حادثة عمدون. سمعنا المده الاخرى انه اعضاء اللجنه لقوا بعض الصعوبات في الاتصال بالمتهمين، ومن هنا خرجت رئيسة اللجنة سيدة لونيسي وقالت أنه ما نجمتوش تخدموا خدمتكم كما يلزم، نحبوا نعرفوا نتائج التحقيق الرسمية وقتاش تخرج من مجلس نواب الشعب. نتائج التحقيق الرسمية في لجنة عمدون اللي قامت بعمل حثيث، زارت كل الأماكن، زارت المستشفيات، تفقدت ما تعلق منها بالبنية الأساسية، تناولنا القوانين المتعلقة بالنقل العرضي وتدخل الحماية المدنية وتدخل الأطباء اللي بالمناسبة نشكرهم قاموا بواجبهم رغم قلة الإمكانيات. اليوم اللجنة تعرضت إلى صعوبة في مقابلة المتهم الموقوف على ذمة القضية. في اعتقادي البسيط وأنا كمحامي بإجراء غير قانوني، لأنه فما إجراء وفصل في الدستور يخول لجميع السلطات المتعامل معها في لجان التحقيق تسهيل مأمورية لجان التحقيق، وهذا على المستوى الدستوري. فاعتقادي أنه حتى الحاجز هذايا مش باش يخلينا أو يثنينا أن نكملوا عملنا ونيروا الرأي العام، بل أكثر من هذا باش نتقدموا بمقترحات في تعديل القوانين، بمقترحات جدية في البنية الأساسية الصحية أو الطرقات أو في النقل العربي. عندك فكرة وقتاش تخرج نتائج نهائية لتقرير لجنة؟ حددنا موعدا ليوم 19 مارس. يوم 19 مارس. نذكروا أنه الحادث الأليم متاع الحافلة اللي صار في عمدون وأودة بحياة 30 شاب وشابة تونسية. شكرا لك سيد النائب. الله يرحمهم وربي يصبر عائلتهم طبعا ويشفي الجرحى
من هذه الحادثة الأليمة. سؤال لك سيد ياسين العياري، تحدثت في دورك التشريعي أنه يمكن لنصف الناخبين، وهذا مقترح تعديل، أنهم يسحبوا الثقة من النايبين متاعهم. فين وصلت في هذا المقترح وتقنيا كيفاش؟ هو هذا السؤال سألني عليه المواطن بكري وجاوبت عليه، لكن عاود نجاوب عليه. الأمر يقترح بقانون، الأمر ماهوش بدعة، موجود في إنجلترا، أنه يمكن لنصف الناخبين في دائرة معينة أنهم يسحبوا الثقة في حالة وجود إخلال، وهذه الإخلالات تكون محددة حتى لا يفتح الباب. تكون إخلالات مثلا الغيابات، تعلق قضية مس من الشرف، يعني تكون واضحة، ويمكن وقتها نصف الناس في الدائرة هذيك يعملوا ورقة ليجاليزية في البلدية، حطوها في الليزي، وهكذا تسحب الثقة من ذلك النائب، يخرج ويطلع اللي بعده في القائمة. هذا مشيت فيه كالمقترح؟ أكيد جدا، هذا اللي جاوبت عليه بكري. طيب وصلت لين؟ أنا نعطيكم بالضبط، احنا توا عندنا 4 مبادرات تشريعية حاضرة. 1 تعرف سيارة اللي حكينا عليه. الثاني اللي بيشد مسالك التوزيع الكل وينحي هالحكاية متاع البيع المشروط. الثالث بشوي المحكمة الإدارية كمواطن يشكي ويربح الحكم متاعه ويخلص الحكم متاعه. 4 أي. فقط باش نتفاعل معاك باش نفكوا الدور مع حكومه تصريف الاعمال، ما عادش نجم تعمل التعيينات في الوقت الضايع. والخامس هذا ما تقلقش الاستقالات اللي عندك اليوم في قائمتك المقترحات اللي تقدم فيها؟ هو في المقترحات الكل يلزمك 10 نواب، احنا في كل الحالات اقل من 10 نواب، لكن احنا في امل وعملش عنا، نجم نخدموا مع الناس الكل. ريت هنا قداش تم اختلاف في القاعده هذه، نجم نخدم مع ناس من حركه الشعب، مدام لحد خدمت معايا فيما قانون تحويل الاموال، خدمت مع نسري مدام نسرين اللي مع سياحه، مع قلب تونس نخدم معاهم كل يوم، مع النهضه كيف مدام ربيب نخدم معاها، عندنا القدره. شكرا. في امل وعمل ان نجمعوا على ما ينفع الناس. شكرا لك سي ياسين. مرحبا. اما علاش الاسئله الكل على الدور التشريعي؟ سامحني سؤال وبر. ثم الرقابي زاد كيف لجنه كل واحد وحده رقابي. الادوار الكل موجوده في هذه الاسئله. الا الرقابي. في المحاور، الرقابي موجود، التشريعي موجود، الرقابي في لجنه التحقيق، هي نوع من الرقابه زاد كيف. نمر إلى مرحلة أخرى وإلى فقرة أخرى، فقرة تتعلق أيضا بمتابعة أعمالكم زاد كيف وحضوركم. نمر إلى الفقرة. شاكر، في مرحلة أولى باش نتعرفوا على مردود النائب ومدى انضباطه داخل المجلس، وهذا من خلال اعتماد معايير موضوعية تجينا من جمعية بوصلة كنسب الحضور والتصويت. نتعرفوا على منهجية عمل بوصلة واللي باش تقدمها عزة. عزة مرحبا بيك، باش نشوفوا مع بعضنا. عزة صيادي مرحبا. خلود شكرا شاكر. إذا فيما يخص منهجية تقييم عمل النواب، منظمة البوصلة تقوم بتجميع جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة ب عمل النائب من خلال حضور فريق من منظمة البوصلة بصفة يومية بمجلس نواب الشعب، وذلك لمتابعة أعماله لجانا وجلسة عامة، وطبعا يتم نشر وتحيين جميع هذه المعطيات بصفة يومية على الموقع الرسمي للمنظمة. ولكن كما نعرف الناس الكل وكأي عمل بشري يتطلب منا هذا العمل التثبت والتمعن، هذيك علاش نقوم بالتثبت هذايا من خلال ما يتم نشره رسميا على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب من محاضر لجان وقائمات حضور ونتائج تصويت. لكن للأسف المجلس في بعض الأحيان يتخلف عن نشر جميع هذه المعطيات، أو ربما ينشرها خارج الأجال التي ينص عليها نظامه الداخلي. فيما يخص مدة التقييم للنواب 7 اللي حاضرين معنا اليوم، هي 99 يوم تحتسب منذ بداية الدورة البرلمانية، أي منذ يوم 13 نوفمبر 2019، مع الإشارة أنه المعطيات التي سيتم تقديمها بعد حين هي إلى حدود 7 فيفري، وهذا طبعا لكي يتسنى إعداد البرنامج في الظروف اللازمة. فيما يخص معايير المعتمدة، اعتمدنا نسبة حضور صلبة اللجان التي ينتمي إليها النائب، نسبة الحضور داخل الجلسة العامة، ونسبة المشاركة في التصويت. بالنسبة لنسبة المشاركة في التصويت، في بعض الأحيان يمكن أن نجد أن هذه النسبة لا تتطابق مع نسبة الحضور داخل الجلسة العامة، وهذا يعود إلى عدة أسباب، أولها أن النائب يمكن له تسجيل حضوره في بداية الجلسة العامة دون المشاركة في التصويت، أو ربما دون المشاركة في جميع عملية التصويت، أي بما يعني التصويت على عنوان مشروع القانون، على مقترحات التعديل الفصول، وعلى مشروع القانون برمجه. كذلك
يمكن عفوا ان يتم انه النسبه هذه عفوا تحتسب من خلال عمليه التصويت باكملها كما قلت بالعناوين الفصول وغيرها كما سبق وشرحنا ذلك. هذا هو غيالمون فيما يتعلق بمنهجية تقديم النواب وفي علاقة بالأرقام التي سيقوم ببثها حالا. شكرا. شكرا لك عزة، يعطيك صحة. باش نبدأ ونشوفوا البطاقات التقنية للنواب. شكر. شو بالبطاقة التقنية للسيد ياسين العياري؟ مرحبا. أهلا وسهلا. باه شوفوا بطاقتك التقنية السيد ياسين. اجتماعات لجان القارة 0%، نسبة الحضور في الجلسات العامة التشريعية 100%، نسبة الحضور في الجلسات العامة الرقابية 75%، نسبة الحضور في الجلسات العامة 90%، نسبة المشاركة في التصويت 49%. بعد هذه البطاقة التقنية ليك نعش حب ناخذ تعليق. عندك تعليق؟ باهي. أنا بوسط نحبهم ياسر ونحترمهم فعلا، هما يعرفوني كل ما ادخل لميسيك الصباح نعمل لهم شوفوني هاني جيت. فقط ثم حاجه غير دقيقه في مسار المعدين اعلمونا انه باش يعرضوا الارقام هذه. قمت هذا الصباح بالاتصال بسي عادل الذيب المسؤول على الغيابات في مجلس النواب الشعب وطلبت منه التثبت. هذا ما نعرفش كان تنجم نشوفوا الكاميرا ايميل رسمي من عند السيد عادل الذيب وين صار المشكل. في شهر فيفري قعدت 12 يوم الري مالادي يعني بشهاده طبيه وهذا مكتوب في الايميل نعرفش الكاميرا تنجم تشوفه. الكاميرا هذه. الكاميرا هذه. تفضل تفضل الكاميرا اللي غادي. الكاميرا اللي هنا. لا مهم احترم لا لا مش في مانيش في محكمه من حق المواطن انه يعرف النائب نتاعو يحضر ولا لا. هذا ربما الاشكال سيد النائب في المجلس النواب انه ما ينشرش. لا ينشر وهو منشور ممكن لا ينشر ممكن يصير متاخر وهذه هذه مشكله بيه. في الحاله هذه لازم انتم كنواب تضغطوا على انه المجلس يلتزم بحق نفاذ المعلومه. ما اختلفناش. نزيدك ثم ملاحظه اخرى دوك مع الغيابات هذوك ماذاك نسبه الغيابات. احنا المستقلين كيفاش ناخذ بلايصنا في اللجان؟ نستناو الناس الكل تاخذ الكتل وفيما يقعد نختاروا. فاليوم الناس هذوك خذيت اللجنه نتاعي يوم 30 جانفي اللي 2 فيبري عملت الجراحه نتاعي هذاك علاش قال لك صفر في النسبه خاطر مانيش موجود تماما. بالنسبه للجنه الخاصه انا مازلت ما خديتش معناها قالوا 99% هذول اللي في اللجنه الخاصه مازلت ما خديتش. ثم حاجه تمنيتها تكون موجوده لاني اراها مهمه واختلف فيها هنا جذريا مع سي سالم الابيض. توضيح اللي هي الاسئله الكتابيه والاسئله الشفهيه الدور الرقابي للنواب علاش ما عندناش الارقام لا ينشرها المجلس. لا نرجعوا للمجلس. المجلس ينشر ينشر الا الاسئله اللي يجاوب عليها الوزير متوفره بنفاذ المعلومه الا اللي يجاوب عليها الوزير متوفره بنفاذ المعلومه ليس هناك الاراده في كل راها مهمه في دور من ادوار في كل الاحوال سيد النائب المجلس لازم يكون عنده تكريس لمبدا حق نفاذ المعلومه وينشر في أكيد. نفس الوقت خلينا نمشيو الى فيديو وسؤال باش يكون السؤال هذا طبعا من الجهات عبر البلاتفورم تونس تختار. سيد النائب باش عملت في قانون المالية وخاصة النقطة الثانية اللي كنت وعدت بها باش بعل برانسيبالمون من صندوق الإدماج لأكثر من 100,000 منقطع عن الدراسة. هل النقطة نتاع اقتطاع المرابيح من نيشان بريفي مشيتو فيه هل هو ممكن هل هو موش ممكن هل هو شبه مستحيل؟ وإذا كان السوليسيون هذه ماهيش ممكن شنو غيكون البلان بي؟ هي مجموعة من الأسئلة خذيناها من المواطنين من كامل الربوع البلاد ونحبوك تجاوبنا على هذا السؤال. علينا الراس، السؤال نتاع صندوق المخططين على الدراسة أقطعت جاوبت عليه المواطن، لكن عاود نقول يلزمك خمس نواب باش تقدم مقترح في تعديل في قانون المالية. الوحيد اللي نجحنا في أن نلموا فيه خمس نواب، خاطر احنا ماناش خمس نواب أقل من خمس نواب، هنا أضعف كتلة لهنا وأكثر واحدة تلقى صعوبة في تمرير القوانين. هو اعفاء تحويلات تونس بالخارج من اي معلومه تكفل بهم الدوله باش تونسي في الخارج وليك يبعث فلوسه ما عادش يبعثها بالنوار ولا اعطي لشكون تنعطيك يعديها بالسيركوي العادي وكيك تكثر العمله الصعبه في بلادنا. الاخرين الكل فشلنا صدقا. شكرا لك. رغم المحاوله في ان نجم. شكرا لك سي ياسين. شمروا الى البطاقه التقنيه الخاصه بالسيد النائب علي طياشي. النائب علي طياشي القائمه الانتخابيه الحزب الحر الدستوري. نسبة الحضور في اجتماعات اللجان الخاصة 0%،
نسبة الحضور في اجتماعات لجان القارة 100%، نسبة الحضور في الجلسات العامة التشريعية 100%، نسبة الحضور في الجلسات العامة الرقبية 100%، نسبة الحضور في الجلسات العامة 100%، نسبة المشاركة في التصويت 83%. سيد النائب بعجالة، تعليق على الأرقام. تعليق على الأرقام، هو اللجان الخاصة وردت 0%. أي فما 0%. لا، في الحقيقة هو لجنة تحقيق في حادثة عمدون تكون في نفس اليوم وفي نفس التوقيت مع لجنة الأمن والدفاع اللي أنا عضو فيه. وأنا ريت من الأولى أنه نسرع في لجنة تحقيق عمدون نحضر فيها، لأنه لجنة الأمن والدفاع ما حضرت كان نهار التنصيب. سيقع تلافي هذا في تدارك هذا بعد انتهاء من لجنة التحقيق. سيد النائب، توا احنا باش نشوفوا الفيديو اللي توجهت لك انت على البلاتفورم تونس تختار. كما تعرف تفاقمت أزمة بحيرة بنزرت وكان عندها انعكاسات كبيرة على مردودية الإنتاج عند البحارة اللي خليهم يحتجوا في الفترة الأخيرة. في علاقة بالمسألة زارونا نواب، نحب نسألك أنت شنو عملت في علاقة بالمسألة هذه وفماش حاجة جديدة يعني؟ شكرا. هو جوابك سيد النائب، سؤال في قلب الإشكاليات اللي تعانيها بنزرت، هي المشكلة البيئية بتاع بحيرة بنزرت واللي فيه مشروع أنجزت فيه الشركة الألمانية كامل الدراسات وسينطلق قريبا، كلفته تقريبا 270 مليار، لكن في الأثناء صارت إشكالية فيما يتعلق استغلال بحيرة بنزرت بخصوص مربي القوقعيات اللي كانت عندهم مساحات يستغلوا فيها، ولا استغلال عشوائي مساحات أكثر من المساحات الممنوحة. علمنا احنا بالموضوع، تقابلنا احنا والسلطة الجهوية وبعض المواطنين من منزل عبد الرحمن وغيره. سمحني، القوقعيات كيما شنو مثلا للناس اللي مش خبيرة في علوم البحار؟ شكون القوقعيات؟ كيما اللي زويتر وديما اللي زويتر اللي زويتر اللي مول البابوش هذاك. شكرا لك. دونك مشينا الحل مع السلطة الجهوية وحريصين على تطبيق قانون وإرجاع المساحات المستغلة حسب الالتزامات والتعاقدات المربوطة مع الخواص هذوما. علاش؟ لأنه توسع المساحات هذه واستغلالها بطريقة عشوائية بشكل قطع حتى نسبة من الأكسجين بالنسبة لبعض الحيوانات اللي تعيش في المحيط هذا. لقيتوا حل؟ فما بداية حلول باش كل حد ياخذ المساحة التابعة لتطبيق القانون، لأن نعتقد أنه في تطبيق القانون بالمساواة هذاك هو الأمان الاجتماعي الحقيقي. شكرا لك سيد النائب. شكرا لك. نشوفوا مع بعضنا بطاقة تقييم النائب عدنان بن إبراهيم. النائب عدنان بن إبراهيم، القائمة الانتخابية الاتحاد الشعبي الجمهوري. نسبة الحضور في اجتماعات اللجان الخاصة 100%، نسبة الحضور في اجتماعات اللجان القارة 85%، نسبة الحضور في الجلسات العامة التشريعية 86%، نسبة الحضور في الجلسات العامة الرقبية 100%، نسبة الحضور في الجلسات العامة 90%، نسبة المشاركة في التصويت 32%. سيد النائب، تعليقك على الجثث التقنية الخاصة بك. أرقام مقبولة على ما أعتقد، فقط في نسبة التصويت. تحية لبوصلة، ما عرفش وين مشيت الأخت. موجودين معنا، موجودين. تحية لبوصلة اللي هما جنود الخفاء، كيف تحية لكل المستشارين اللي يخدموا في اللجان معنا، سواء اللجان الخاصة أو اللجان القارة. تحية لكل العاملين في إدارة المجلس. عندك تعليق على الأرقام؟ عندي تعليق فقط فيما يخص 32% للتصويت. أعتقد أنه نسبة حسب رأيي الشخصي، اعتقاد شخصي، أنه مش صحيحة، لأنه تعرف أنه أحيانا بطاقة الإلكترونية ما تعملش، فنلتجئوا للتصويت بالأيادي وما ياخذوش بالأسماء على ما أظن، فقط ياخذوا بالعدد الجملي، شكون معاه، شكون متحفظ وشكون ضد. هذا تفسير بالمجلس بالأساس. ولا بالمجلس. بيه، شو الفيديو؟ تفضل. تونس تختار. السيد النائب شو عملت لنا في قضية البرد والتلوث اللي في مدينة صيادة لبدة في خريج المستشفى؟ الحملة الانتخابية، الناس الكل جاي كيجيو يعملوا الحملة باش ننظفوا لكم، باش تكون من أولوياتنا، باش نعاونوكم على القضية بتاعكم. فقط توضيح، التصويت باليد اللي ذكرته يتم احتسابه حسب منظمة بوصلة حسب المجلس. الإجابة على السؤال سيد عدنان في علاقة باللابرات اللي سألت عليهم.
بكري في كيف كيف في علاقة بالسؤال اللي سألوا الأخ زادا، نرجع ونقول لك اللي اليوم مشكل كبير ياسر عنا في الشريط الساحلي في مستير اليوم. خلينا نعود ونقول الكلمة ونعود اللي نحسوا اللي شريط الساحلي متاعنا ولا بوبيل متاع الناس اليوم، العديد من المواد السامة اللي ميتولور قاعدين في كو لا كاباسيتي دو معناها بومباج نتاع لي ستاسيون سون دي باسي، خاصة في الصيف وقت اللي نستعملوا برشا مياه، فالمسخ الكل كي يمشينا للمناطق الساحلية. ش عملت أنت سيد النايب؟ الحقيقة الأخت من صيادة لمتا بحجر كنا تابعنا المشاريع ونسبة مدى إنجاز المشاريع. بكري حكيت على دو ستاسيون موجودين في لمتا صيادة. سؤال آخر أنا غير المنصة، وعدت في المناظرة أنك باش تقدم مشروع قانون لمنع السياحة الحزبية، وإن لزم الأمر تعدل الدستور، ولو أنه تعدل الدستور يمر عبر المحكمة الدستورية صحيح. اللي هي مش موجودة صحيح. فوين وصلت في هذا المقترح؟ ولو أنه هو عنا العديد الحقيقة سرعة. عنا العديد من المقترحات فيما يخص خليني نقول أخلاقة الحياة، العمل النيابي أكثر منه أخلاقة الحياة. تقدمش فيه هذا المشروع؟ لا، عنا مقترح موجود حاضر ومكتوب تبقى المشكلة وين؟ أنه في ظل يلزم تنقح القانون الانتخابي، وفي ظل أنه سيد الرئيس اللي أنفسر لك سيشكر بجرس سألتني يلزمني قدام الرأي العام نجاوب، لأنه القانون الانتخابي مادام صحش فيه الرئيس قبل دونك اليوم يلزمك تعدى بقانون اساسي، قانون تعديلي للقانون الاساسي اللي هو عدد 16/2014 واللي نتاع 24/2014، فيلزمنا يتعدى والقانون جاهز وحاضر، وان شاء الله خير كل خاطر بكري نسمع في منع السياحه الحزبيه ونسمع ان شاء الله الكل يمشيوا ويصوتوا معنا ان شاء الله. شكرا لك سي عدنان، وامر الى الجثث التقنيه الخاصه بالسيد عامر العريض. النائب عامر العريض القائمه الانتخابيه النهضه، نسبه الحضور في الجلسات العامه التشريعيه 100%، نسبة الحضور في الجلسات العامة الرقابية 75%، نسبة الحضور في الجلسات العامة 90%، نسبة المشاركة في التصويت 33%. النائب عامر العريض، تعليقك على الأرقام ثم نشوفوا مع بعضنا الفيديو نتاع تونس تختار. الأرقام مع احترامي لجمعية بوصلة وغيرها من المجتمع المدني مش كلها دقيقة، لأنه مش ممكن نكون انا 100% نصوت كما تصوت النهضه، يعني انا الناخبين نتاعي انتخبوني بناء على برنامج النهضه، فانا كما تشوف 100% ملتزم بالسياسه والبرنامج اللي انتخبت على اساسه. والنهضه كتله النهضه ديما موجوده، وانا عندي نسبه قليله من التصويت، مش راكبين على بعضهم الارقام هذوما، شو يظل لي فما نقص كالكبار، وانا جزء منه ممكن نفسره كما قال الدكتور عدنان. التصويت اليدوي مش ديما يتحسب بالاسماء، ساعات يتحسب بالاسماء وساعات يتحسب بالارقام فقط. واضح، نمشيو للفيديو مشروع تونس تختار، السؤال اللي ليك سيد النائب. نعم. السيد النائب، اش عملت لنا في الاعراض الاشتراكيه اللي وعدت في الانتخاب في الوعود الانتخابيه باش تقسمهم على الشباب المعطل على العمل؟ سيد النائب. هو انا ما شفتش وجه السيد الكريم اللي سمعت اللي سال اي سمعته مرحبا بيه، حبيت نعاود بيه. لا لا ما سمعتوش، لا 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 قلت معناه مرحبا بيه. هو السؤال اللي جاوبت عليه انا بكري، لكن نحب نزيد نضيف فيه بعض نقاط. قلت انه فيما تعلق بالاراضي الاشتراكيه ثم حوالي 300 الاشتراكيه والدوليه وغيرها، ثم حوالي 372 كيلومتر مربع اغلبها مهمل وماهوش مستغل. امكانيه استغلال هذه الأراضي هي فرصة كبيرة جدا باش نوفروا مواطن شغل، نوفروا استثمارات، اكتفاء غذائي، وتشغيل الشباب والخريجين والمختصين. هذاك علاش حركة النهضة، كتلة حركة النهضة، أولا خذات رئاسة لجنة الفلاحة، مش المالية سي حاتم، أي المالية عندكم. اثنين نحن عندنا لجنة بصدد إعداد عندنا لجنة بصدد إعداد المشروع قانون حول الأراضي الاشتراكية، والمشروع هذا فيه نقطتين. أيوة. النقطة الأولى هو تسهيل تسهيل الوصول إلى هذه، الحصول الشباب على هذه الأراضي باش يولوا معناها ملاك، واثنين هو تيسير التمويل للاستثمار. شكرا لك سيد النائب، نشوفوا البطاقة التقنية. شكرا. للنائب سالم الأبيض. النائب سالم الأبيض غير منتمي إلى أي لجنة، نسبة الحضور في الجلسات العامة التشريعية 86%، نسبة الحضور في الجلسات العامة الرقابية 100%، نسبة الحضور في الجلسات العامة 90%،
نسبة المشاركة في التصويت 91%. سي سالم، تعليقك على الجثث الخاصة بك. تعليقي مع احترامي لعمل بوصلة، لكن النائب ماهوش روبو، ماهوش آلة. بوصلة شبيه ما تتبعنيش أنا وقت نمشي نحل مشكلة نتاع مواطن عنده باسبور فاكنهولو في الحدود والأجانب. شبيه ما تتبعنيش وقت اللي نمشي للمريض باش ياخذ معناها سرير في سبيطار في الرابطة ولا في باب سعدون ولا في أي مستشفى في الجمهورية. شبيه ما تتبعنيش وقت نمشي نحضر مع مواطن الاعتصام باش نشد من أزره وباش ندافع عليه. شبيه ما تتبعنيش وقت نمشي نلوج خدمة المواطن في القطاع الخاص مع الشركة الفلانية والشركة الفلانية. هذا دورك سيدي. شبيه ما تتبعنيش وقت نمشي للمواطن اللي هو وقع تزوير المناظرات وما وقعش التدقيق فيها ونتبع. هذا في صميم دوري وفي صميم عملي. اما انت ما عندكش الامكانيات اللي بوصلة تتبع في 2017. لا مش لوم عليها، انا مش لوم عليها، انت لومت مش عليها. لا مش لوم عليها، انا نحب نوضح للمواطن اللي راهو العمل ماهوش في المجلس برك، العمل راهو في كل مكان. النائب المواطن اول حاجه عندما تقع له مشكله يشدلوش انشر تقاريرك سيد النائب. سامحني ما تقوم به من عمل دقيقة وهذا دقيقة جميل. لا سامحني انشره دقيقه. ثم امور غير قابله للنشر وثم امور تقع تحت ستر الله. واستعينوا على واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا حديث نبوي شريف. انا مش بالضروره لازم نمشي نهز معي الكاميرا في كل بقعه ونمشي نكمل المواطنين. شوف بالاضافه للعمل اللي يقوموا به في المجلس اللي هو جبار، نعطيك حاجه اخرى ما تنجمش تتبعها لا انت ولا بوصله ولا حتى جهه واحد. انا وقت اللي نتدخل في الجلسه العامه حول القانون ساعات نقضي 3 ساعات واربع ساعات من البحث والتدقيق والتفصيل والمراجع والمكتبات والمكتبات الالكترونيه ومكتبه المجلس وغيرها باش نعمل مداخله معناها تليق بمقام النائب. انت ما تنجمش تفهمها هذه مساله. هذه لا نجم نفهمها. علاش لا تقدر كميه؟ هذه نجم نفهمها. سامحني سيد النائب، خلينا نتفاعل معك، خلينا نتفاعل معك. لا تقدر كميه. انا فقط نتفاعل معك. شو نقول لك؟ انه المجلس يخدم على الاستقلاليه الماليه نتاعو، شو يوفر لك ناس تعاونك. ما يوفر ليش، نمشي انا بسيارتي وانا ندفع في الايسونس وتليفوني. هذا علاش متقلق سيد النائب؟ انت كي تعمل في هذا الكل يعطيك الصحه. فوالا ما لاش اي خلينا نتفاعل معك، خلينا نتفاعل معك في سؤال. انا حبيت نسال على عدم وجودك في حتى لجنة من لجان المجلس. شوف وأنت مشرع. شوف أنا مشرع أنا بإجازة مرة هذه. وأنا الموضوع هذا وزعناه في الكتلة الديمقراطية وخلينا اللخيان جدد ولنا عندنا كتلة كبيرة، والكتلة الكبيرة أعطيناهم أولوية، أخذوا اللجان اللي ذات أكثر أهمية، اللي ريتها أنا أقل أهمية ما خرجتش فيها. هذا أنت في حتى لجنة؟ مانيش في لجنة تو. إن شاء الله في الدورة الجاية. لماذا؟ إن شاء الله في الدورة الجاية. أعطيناها للكتلة الديمقراطية. عندنا 41 نائب تبارك الله. قبل كنا 3 وعدنا عندنا في حركة الشعب. شكرا لك سي سالم، يعطيك الصحة. خلينا نتعداو تفضل، خلينا نتعداو إلى سؤال المنصة اللي بسأل ناشي. تفضل سؤال المنصة. سيدي النائب، شو عملت في كي قلت لنا المرة اللي فاتت اللي بن قردان ما خدتش حقها في التصدي للإرهاب، شو عملت لها في الموضوع هذا؟ بالله بإجازة سالم. هذا سؤال يطلب الإجازة. يعيشك ميسالش، لأنه الوقت بارك الله معناها استأثرت برشا وقت. شوف بن قردان ملحمة في 2016 دحرت داعش وما أدرك ما داعش، مسؤولية وطنية. اليوم بن قردان تحتاج للكثير من العناية. مرة أخرى عيرها واحد من النواب للأسف بكونها هي معناها السوق السوداء متاع العملة الصعبة، ما فيهاش حتى مشاريع تنموية. المنطقة الحيوية متاعها هي رأس جدير، رأس جدير مغلق، حرب في ليبيا. بن قردان لازمها عناية خاصة، لازمها عناية خاصة. أنا نقول لها راني في 99 يوم ما زالت الحكومة ما جاتش، ما عندناش فيزافي متاعنا، ما نجموش تو نعملوا، ولكن نسعى بكل إمكانياتنا لتحسين وضع أهلنا في بن قردان في إطار مقاربة شاملة تتجاوز الأمني إلى الثقافي إلى السياسي إلى التنمو. شكرا لك سي سلم، يعطيك الصحة. ونمر إلى الجثث الخاصة بسيد حسون الناصفي. النائب حسون الناصفي، القائمة الانتخابية الحرة لحركة مشروع تونس. نسبة الحضور في اجتماعات اللجان الخاصة 100%، نسبة الحضور في اجتماعات اللجان القارة 71%، نسبة الحضور في الجلسات العامة التشريعية 100%، نسبة الحضور في الجلسات العامة الرقبية 75%، نسبة الحضور في الجلسات العامة 90%، نسبة المشاركة في التصويت 62%. سحسون الناصفي 100%، 75%، النتائج مشرفة ولا ليه؟ لا ثم خطأ. شنو هو الخطأ؟
نسبة الحضور في الجلسات الرقابية قال 100% والكتيبة خرجت أقل. صحيح. والنسبة العامة للحضور في الجلسات العامة 100% ماهيش 90%. صحيح. أنا عندي فقط على مستوى لجان القارة اللي هي ماهيش 100% يعني تغيبت في زوز جلسات، واحدة بمناسبة نشاط رسمي في رئاسة الجمهورية بدعوة من السيد رئيس الجمهورية وقتها بمناسبة تهنئة بالسنة الإدارية الجديدة. هذا غياب مبرر في المجلس. والغياب الثاني تزامن مع زيارة السيد وزير السياحة لجابس، جابس اللي ما زارهاش وزير سياحة منذ 11 سنة. ناكم شيت. وبالتالي بتعذر عليه باش يكون حاضر في اللجان. بقية الأرقام. كل الأرقام اللي أنت قلتهم سي كلها البقية 100%، نسبة التصويت بالنسبة للرئيس كتلة أعتقد في حدود 70%. حققنا مع تعتبر محترمة جدا. وتقول أنه تعتبرها محترمة أرقام. محترمة جدا طبعًا. الناس اللي تخدم في بوصله يخدموا في عمل جبار، يصير ساعات مع بعض النواب بعض الاشكاليات فيما يتعلق بدقه الارقام، لكن فما اشكال حقيقي وفي بما يتعلق في الجلسات اللي ما فيهاش تصويت. مجلس نواب الشعب لا ينشر قائمه النواب الحاضرين. واضح. كثيرا ما يحضر برشا مرات يصير اشكال معه. نمشي نشوفوا مع بعضنا الفيديو الموجه ليك على بلاتفورم تونس تختار. سيد النائب، شعملت في منحه الفقر؟ انت حطيتها من اولوياتك في مشروعك الانتخابي وقلت لي هي اول حاجه باش تحاول تخدم عليها اللي هي 180 الف. اليوم عادش تعيش طفل صغير باش تعيش عائله كامله. اليوم وين وصلت للحكايه هذه؟ سيد النائب، ايش عملت في منحه الفقر اللي كان في وعودك؟ شوف الفيديو بتاع الواحد. صحيح صحيح، وهذا برنامج عمل ماناش باش ناخفوا من الخدمه عليه، على خاطر اعتقد ان وقت اللي سالتوني مره الاخرى في المناظره قبل الانتخابات قلت فما وعود بتاع 3 شهور ولكن فما وعود تاخذ برشا وقت. منها هذا، لكن هذا يلزم نخدموا عليه. اليوم عار على تونس انه منحه العائلات المعوزه 180 دينار. وقت اللي الاجر الادنى المضمون في حدود 400 ولا 420 دينار. ما تنجمش 180 دينار اعطيني شنو تنجم تعيش بشر؟ كيفاش تنجم تحفظ كرامه بشر وقت اللي هي للعائلات المعوزه؟ هل الدوله التونسيه ممكن لها اليوم ان توفر اكثر من ذلك؟ ممكن جدا انه يتم الترفيع في المنحه العائلات المعوزه وتنجم توصل ل 400 دينار. عندك الإليت. اليوم فما امكانيات. احنا الاشكاليه اليوم في اعداد مبادره من هذا النوع خاصه في قوانين الماليه تتطلب شويه خدمه، قاعدين نخدموا وعندنا الارقام وعندنا الاحصائيات وعندنا البدائل والحلول الماليه منين تجي الفلوس؟ لانه الفلوس اللي نشوفوا فيها اليوم ماشيه في الدعم للناس اللي ما تستحقوش، فما ناس تستحقوا اولى به. اليوم الدوله اللي تعطي في حدود 6000 مليار لدعم المحروقات ولدعم المواد الاستهلاكيه واللي يستنفع بها الفقير والغني والغني جدا، فما ناس اولى بها. هذا يتطلب قراءة شاملة على ما أظن. مش قراءة شاملة، تتطلب جرأة، تتطلب حلول بديلة. عندك فكرة، الفكرة بتاع المشروع موجودة وقاعدين نخدموا عليها، ولا أعتقد أنه فما اليوم حتى في مجلس نواب الشعب مشروع من هذا النوع ينجم يلقى كان الناس اللي باش تخدم وتتعاون عليه، وإن شاء الله نتعاونوا عليه. شكرا لك. وإن شاء الله التحدي هذا نكسبوه، لأنه يتطلب حكومة قوية عندها الجرأة. ان شاء الله نلقاها، مش فقط نواب عندهم الاراده. سيد النائب شكرا ليك. ما نمشي نكمل الجمله. انت اللي قبلي خليتهم حكايه 3 دقائق. كلكم عندكم نفس الوقت، كلكم عندكم نفس الوقت. شوفوا بعضنا البطاقه التقنيه للسيد حاتم المليكي. بعد باش نحسب الوقت. النائب حاتم المليكي، القائمه الانتخابيه قلب تونس. نسبه الحضور في اجتماعات لجان القاره 12%. نسبه الحضور في الجلسات العامه التشريعيه 100%. نسبة الحضور في الجلسات العامة الرقبية 100%. نسبة الحضور في الجلسات العامة 100%. نسبة المشاركة في التصويت 37%. القدر يكون نكون ديما نحن في نفس القرعة. ولا قدر محسوب. ولا التنظيم الأبجدي. تعليق على الجثث نتاعك. يذكرني نتوافق مع خويا سالم في اللي قالوا بوصله تعمل في خدمه كبيره، وانا برشا من شباب بوصله كونتوا نعرفوا. يظهر لي جاء وقت انه بوصله تطور في معناها في العمل الرقابي، تطور لنا حاجه في الجانب الكيفي كاليتاتيف. خاطر زاد ما نقولش احنا عندنا تجربه باهيه تو صحيح، بوصله ولد موجوده في المجلس وعايشه مع المجلس وتعمل في العمل الرقابي نتاعها، تعطينا دي ستاتيستيك على الحضور، اما ماذا بينا زاد نعملوا دي ستاتيستيك اخرين على العنف اللفظي تاع النواب على السلوك. على فكره البوصله تنشر تقرير سنوي كل يوم كل عام تقرير سنوي تقريبا كل يوم كل عام كل عام كل عام تنشر تقرير. باهي،
خلينا نشوف لا ربي ملاحظه على خاطر نشوفوا في حاجه اخرى. هدر صحيح انا مقصر مع لجنه التشريع العام اللي انا موجود فيها، ما عنديش مسؤوليه ولكن عضو مقصر معاها. اما برشا مرات، مره كما يحكي حسونه كنا في مسايد رئيس الجمهوريه، ومره عديت خمسة ايام في بوركينا فاسو في مؤتمر البرلمانات تاع الدول الاسلاميه، وحصلنا في تونس باش ناخذ امتيازات، منهم اللي انا في شخصي انا رئيس اللجنه الاقتصاديه والبيئيه ل 54 دوله في تاع برلمانات، وهذا الشيء مهم زاد يلزمنا نخدموا عليه اللي هو الدبلوماسيه البرلمانيه. الشيء العام ما نشرت حتى شيء، لم تنشر شيئا، وهذا اذا اشكال مره اخرى نرجعوا له على قانون تاع الضمانات، نرجعوا له لمساله حق النفاذ للمعلومه. قائمات الحضور لم تنشر بتاتا، اي بالي انت كي تغيب اي بالي اي هذا أي المجلس اي بالي به ما نعرفوش نحن غيابك مبرر ولا مش مبرر. تشوفوا سؤال المنصه سي حاتم، ايش عملت في دوسي الاستثمارات تاع الكيف، ووقتاش باش تعلن معركه شرسه مع الكيف كيما اعلنت على نبيل القرب؟ به سؤال، انا حبيت ناخذ لجنه التنميه المستدامه في المجلس الجهوي في الكيف، ولكن من بعد جعملنا بالتيراج وصور، وكما تقول لي العزوزه ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، جتني لجنه الشؤون الاجتماعيه والصحه، وين اللجنه ذيك نموت عليها. فاش نموت عليها؟ نحب نخرج نهار من المقاربه نتاع الشؤون الاجتماعيه، نفرقوا في اللعانات على الزواوله. نخرج اذا عملتوها انتم في حزبكم في وقت ما. اي جمعيه عملتوا فرقتوا شويه، هذه حاجه عملتوها. سيب عليك الشيء، هذه حاجه عملتوها. هذه تو انت جاي في مناظره نتاع بتدخل في حكايات في هذوما، راك باهي. تحب نخرج نهار، تحب نخرج نهار مفهوم توزيع السعادة على الزواولة، وقتها تتهنى على بلادك، ناس تخدم على روحها، تصور بفلوسها، ونحن الشؤون الاجتماعية ذي نردوها الشؤون الاجتماعية داخلة في التنمية، إن شاء الله ربي يوفقني ونوصلها. هذا داخل في الإجابة على السؤال؟ كمل السؤال شنو؟ أنت ما جاوبتش على السؤال، نحب نعاودوه. قالت لي إيش عملتوا في الاستثمار؟ هي؟ الاستثمار، بالنسبة لموضوع الاستثمار، حكينا عليه بكري، هو الحفاظ على واحد من أكبر المهام الموجود عندنا. الكيف وان شاء الله ننجحوا في انطلاق مشروع جديد. يبقى الكيف الكبير، المشروع الكبير تاع سراورتين نجم يبدل هذا، وفينا نحن ال10 مليارات بريسك نتاع الدراسات وفاو، المكتب مازال موجود، تقابلت معهم المره اللي فاتت يقولوا انهم في مراحل متقدمه، لكن مشروع كبير ان شاء الله كما قال حسونه ملي ولدت وانا نلقاه، ان شاء الله انا ملي ولدت سراورتين وانا نلقاه نشوفوه نهار. واضح، شكرا لك سي حاتم، يعطيك الصحة. نمروا الى فقره اخرى، فقره الوعود الجديده. شكرا. شيء فما توضيح يلزمني نقوله للساده النواب، انه توا ماناش باش نعتمدوا الكرونو اللي قدامكم، خاطر فما نواب ما خذاوش وقت قد النواب الاخرين، سي عامر العريض، سي سالم الابيض، العديد من النواب الاخرين، دونك يفضلكم فريق الانتاج انتوما باش تقولوا لنا هذاك علاش يطلبنا منهم. فما غير توازن غير معقول. عندك الحق، عندك الحق، صار منه نوعا ما شيء هذا باش نحاولوا نتفاداوه. سيد عامر العريض، وتوا في الوعود ثم ديباسمون صار من بعض النواب، لكن مش مشكل، احنا هنا تخرج الناس كل ماخذه الوقت المخصص ويخرجوا بقدره ربي قايلين وعودهم الجديده، يعني مش تدخلوا في مرحله وفي فقره تخص الوعود الجديده. خلود فوالا، نبداو في 99 ثانيه. سيد حاتم المليكي، شنو هي الوعود الجديده اللي تقدمها للمشاهدين، للناخبين اللي ينتخبوك، الى كل الناس اللي يشوفوا فينا عمل سنة برلمانية، شنو تقولنا؟ باش نلغيها 99 ثانية، باش نمشيو في وقت باش يقولوا لنا، باش يقولوا لنا هما خير. قداش قالوا لكم الوقت؟ تفضلوا بيسيرش، تفضل تكلم حتى نقولوا لك سيد النائب. كيفاش تقولوا لك؟ على المستوى الوطني توا احنا في قلب تونس مبدئيا نتجه للمعارضة على الحكومة. وقت إن شاء الله نكون مش نخدموا على أساس أنه نكونوا معارضة مسؤولة، معارضة بناء. ماناش باش نعطلوا الاستحقاقات الوطنية الكبرى كيما المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية. ماناش باش نبقوا نلعبوا في التيران هذاك نتاع ديلي فلان وفلتان. اثبتت التجربه انه مرتين في تونس، هنا نتذكرهم، نهار كيما اليوم نشوف في وجوه العباد زعما عندنا حكومه زعما ما عندناش، ونهار اللي تخرجت الاشاعه انه سي الباجي الله يرحمه كان في السبيطار مات ولا ما ماتش، نتذكر وجوه العباد والتليفونات الجيك، ناس خايفه على بلادها، علاش خايفين؟ خاطر ما عندناش محكمه دستوريه. احنا سنتفاعل ايجابيا في انه تونس يكون عندها محكمه دستوريه، انه تكون عندنا هيئات دستوريه. واحنا في المعارضه ونتفاعل ايجابيا مع ذلك، وما نعطلوش المصلحه الوطنيه. ماناش باش نسلموا شيكم بلا للحكومه هذه تخدم كيما تحب، احنا عندنا برشا تحفظات، واذا تحب تقعد معايا كمعارضه اجي نقعد معاك على الطاوله، نتفقوا مع بعضنا،
نتفاهموا على المصلحة الوطنية، رأيك ورأيي، مش خاطر أنت تحكم معناها مش تولي تعمل اللي تحب. هذا إن شاء الله وعود أنه تشوفوا معارضة تونسية مسؤولة، معارضة بناءة، بيناها في الفترة الأخرانية وقت اللي حبينا نصوتوا على اليمين صوتنا، وقت اللي حبينا نصوتوا على اليسار صوتنا، وبينا أنه قلب تونس هو البوصلة اللي ما يجبش يبعد عليها حتى حد في البرلمان. على المستوى النيابي بالنسبة لي أنا الالتزامات ما زالت قائمة، إن شاء الله الكود تاع الشونج جديد. أنا نحب بحكم السنين اللي خدمتهم نشوف مجلة جديدة للجماعات المحلية، وإن شاء الله عن قريب، لأنه البلدية تعبت، البلدية تضرت برشا من المجلة، فيها برشا نقائص، ثم برشا قوانين أخرى. الحاجة الأخرى اللي هي مهمة اللي هي مراجعة مجلة الجباية كنت على فيسكاليتي، هذا مش نخدم عليه في قلب تونس، وبدينا نخدم عليه وإحنا في أشواط متقدمة. بالنسبة لي مازال عندي الكيف، ما قلتوا لي تو نقولوا لك. أنا قلنا لك. ما يصيرش قول لي قبل. بالنسبة للكيف أنا وقتي الكل توا مش نعطي أكثر منه لجنة الشؤون الاجتماعية في بلاصة اللي مع بعضنا نخدمه في بلاد نجمو نبدو نسلكوا بشوية بشوية. مرة فات قبلنا المعتصمين تاع الولاية، مشينا لوزارة الشؤون المحلية، مشينا للوالي، بدينا نسلوا في المشكلة ذاك، خاطر في الأخر بالكل كي ترقد على المخدة لازم تشوف لا فصول لا لقاءات لا حتى شكرا ليك سيد شوف عبد عاونتو كاو. شكرا ليك سيد النائب. نفس التوقيت اللي خديته أنت باش ياخذوه النواب في علاقة بالوقت الناقص تري امبورتون، وشكر أنه يصير في آخر الحصة الإنصاف في موضوع التوقيت. تفضل سيد النائب. الحاجه اللي نعد بها واللي نعرف روحي من نخلش بها هو اني باش نكون صادق مع الناس ومانيش باش نكذب على حتى حد، وكيف تعودت اني نعمل السياسه وما نفصلهاش على الاخلاق عمري ما نعطي وعد لعبد نعرف روحي ما نجيبش نعمل. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الناس اللي اعطت فيها ثقتها واللي ما اعطتش فيها ثقتها، ان شاء الله اللي ما اعطاش فيها ثقته يندم علاش ما اختارش حسون الناس في كنائب شعب، على خاطر شعاري في المرحلة القادمة باش يقول الخدمة المنطق، العمل يكون فيه منطق وفيه مقبولية وفيه معقولية ويتسم بالموضوعية وما غير مزايدات. لاني باش تشوفوني نعارك، لاني باش تشوفوني نسب، لاني باش تشوفوني نتهجم على أي زميل أو زميلة ونزيد نشنج الأوضاع أكثر من اللي تشنجوا في المشهد اللي فديته منه. إن شاء الله نكون عنصر يفرض الاحترام وقت اللي يتفرجوا فيه الناس ويسمعوه الناس. هذه حاجة. وإن شفناك الحاجة الثانية عملت هذا؟ نعم. إن شفناك عاركت أو تكلمت معناها كما كنت تحكي. أنا متأكد من روحي الشيء هذا عمري ما عملته وما نجمش نعمله، وعندي ثقة في روحي، وإن شاء الله واحد يتحكم في أعصابه أقصى ما يمكن باش يلتزم بالشيء هذا. على مستوى البرامج الموضوع اللي كنت نحكي فيه هو باش يكون موضوع بالنسبة لي تحدي حقيقي طيلة هالمدة النيابية هذه، وهو الحد من ظاهرة المس من كرامة المواطنين في تونس بأن تسندلهم منحة أنت في بالك تعاون فيه وأنت أكثر إنسان قاعد تجرح فيه في, 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 في قلبه في عمقه وتمثله من كرامته. إن شاء الله ننجحه باش نحسن من وضعية العائلة المعوزة ونمكنوهم من منحة تحفظ لهم كرامتهم. وعدت أيضا وعد آخر طويل المدى في المناظرة قبل الانتخابات والمتعلق بالتقاعد في القطاع الخاص. عيب وحرام في تونس اليوم أنه مازال عندنا شكون ياخذ في جراية بثمانين دينار، ومازال عندنا شكون ياخذ في جراية بمئة دينار وقت اللي خدم عشرة وخمستاش وعشرين سنة وماهوش هو السبب باش أنه اليوم ياخذ تلك الجراية التعيسة اللي ما تنجمش تضمن له قوت يوم بتاع أسبوع مش بتاع حتى شهر. فما برنامج عمل إن شاء الله ننجحه، مش مبادرة تشريعية فقط وإنما بالضغط على الحكومة ونكونوا صادقين في برامجنا ونعطي حلول منطقية ومعقولة ومعها الإمكانيات باش نجم الحكومة أيضا كي تطلب منها حاجة تعطيها البدائل باش تنفذها. سيد النائب سيد سلم الأبيض. أنا أولا أنا مش في مقام باش نعطي وعود، أنا ماناش في حملة انتخابية الآن، ولكن في مقام باش نوضح بعض الأشياء. أولا أنا فخور كون حققنا نصر في بداية هذه الدورة النيابية في أننا ضمننا قانون المالية نص يمكن الصناديق الاجتماعية من 1% من مرابيح البنوك، وكنت أن يكون أكبر بأن يكون هذا 1% يتضمن مرابيح شركات التأمين والشركات البترولية كما دفعنا بهذا القانون أول مرة. ونحن نقول يجب أن لا يدفع المواطن التونسي وحده ضريبة أخطاء في الدولة وسرقة ونهب أموال الصناديق الاجتماعية بأن نرفع في سن التقاعد ونرفع
في 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 نسبة الخصم على الموظف الذي هو بدوره يعاني من واقع معناها رداءة أجره. المسألة الثانية، أنا أتعهد في إطار التزاماتي بأن أعمل قدر الإمكان على تنقيح ذلك القانون الظالم، وأنا أؤيد المبادرة المتعلقة بخدمتها الكتلة معناها حول الموضوع موضوع استقلالية البنك المركزي وإلغاء هذه الفصول التي تجعل من البنك المركزي مؤسسة مستقلة على الحكومة ومؤسسة الدولة، ولا تتدخل لتحمي الدينار أمام اليورو والدينار في عملية غير متوازنة، لأن تدخل الدولة يمكن أن يحمي العملة الوطنية ويجعلها قادرة نسبيا على المزاحمة. هناك فصول يجب أن تلغى. أريد أن أوجه حديثي وأهلي إلى أهلي في ولاية مدنين، لأن نائب عليهم وفي كل الجنوب التونسي. للأسف اليوم السكة الحديدية ما زالت واقفة عند في 56 عند وضعتها فرنسا. والله شكرا لك نكمل كلمة بركة. أولوياتنا في الجنوب التونسي ما زالت السكة الحديدية والميناء والقنطرة بين الجرف والعجيم. يفضلك سيد النائب باش نعطي الكلمة للسيد عامر العريض، ونحب نشكرك. لا مش بعنف مع بعضنا، نقولوا لك وما سمعتناش سيد النائب. سيد مساج تم مضامين وإيجابية للناس، إيجابية ولكن في توقيت معين، لأنه تجاوزت الوقت بكثير. سيد سالم لبيض مشكور على التفاهم. كلمة لك سيد عامر العريض. شكرا شكرا. هو الحقيقة احنا في النهضة عادة ما نستعملوش كلمة الوعود، نحن نستعمل كلمة التعهدات والالتزامات، لأنه احنا نلتزم ونتعهد بالعمل على إنجاز ما نقول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، احنا كنا تحدثنا على رقمنة الدولة، مؤسسات الدولة والإدارة، لأنه رقمنة الدولة باش يوفر لنا بارشة معناها بوضوح وشفافية في مقاومة الفساد وفي كل معناها المجالات والتطوير وسرعة في الخدمات ومساواة بين المواطنين إلى آخره. اثنين قلنا أيضا هنالك ما قدمنا، يعني مثلا مرة قدمنا مقترح حول صندوق الزكاة ومقاومة الفقر، مع الأسف ثم كتل هنا ما هنا ومش هنا، يعني ثم كتل رفضوه ما صوتولوش. إن شاء الله باش نعاودوا نقدموه باش نطوروه وباش نعمل مفاوضات مع الكتل باش يتعدى. نقطة أخيرة باعتبار الوقت نضيفها، مش قانون اي فصل في قانون المالية، في قانون المالية فما فرق كبير بين قانون وفصل. لا فصل في قانون المالية. مجال هو مش توضيح. مجال سي عامر خلي يكمل. لا ما شكرا مهمة. تحسبليش الوقت هذا ضيع، ما تحسبوليش. تفضل يا سي عامر. الوقت هذا ما تحسبوليش. النقطة الثالثة واكتفي بها، احنا احرص الناس على السلم المجتمعي وعلى الوحدة الوطنية، وهذاك علاش رشحنا الأستاذ راشد الغنوشي رئاسة البرلمان، لأنه هو يقود هذه الفكرة والنهضة كلها تقود هذه الفكرة، وهذاك علاش تمسكنا بفكرة حكومة الوحدة الوطنية. وعندنا جملة من المبادرات إن شاء الله في هذا الاتجاه، على خاطر نحب نوحد التوانسة لمواجهة تحدي الفقر وتحدي معناها البطالة وتحدي جلب الاستثمارات والابتعاد عن الأحقاد والاحتقانات المختلفة. شكرا. شكرا لك سيد عامر العري. سيد عدنان بن إبراهيم. شكرا لك صح. نحب نشكركم على الاستضافة، برنامج مناظرة كارتاج بيس وكل القنوات اللي نقلت العظيم تخذوليش من أختي بربي سيشي. شكرا لك. حبيت أقول لي بالنسبة باش نلتزم بوعودي السابقة ساعة قبل كل شيء ونتذكرها بالباقي شنية الوعود السابقة. بدينا كما قال دكتور سالم الأبيض، حطينا قانون، مشروع قانون تعديلي للقانون الجائر في حق الشعب التونسي اللي قاعد يدفع اليوم من جيبه هو في نسبة فائدة اللي توظف فيها علينا البنوك التجارية، وإن شاء الله الكتل النيابية الأخرى كل تمشي فينا معاه. كيف زاد حطينا مقترح مشروع قانون نظرا لارتفاع منسوب الجريمة اليوم في تونس، كل ما يهم الأمن العام تاع المواطن سمينا هذا سكون أبيل لبلانشي بينال، ولا سقف للعقوبة ولا لدوبلومون دو بين. كيف زاد حطينا العديد في لجنة النظام الداخلي العديد من مشاريع القوانين التعديلية فيما يخص النظام الداخلي، وخاصة فيما يخص سير الجلسات العامة، وانتم تشوفوا في سير الجلسات العامة كيفاش قاعد يمشي اليوم. نحب نأكد زاد على الدور التمثيلي والدور الرقابي للنائب في الجهة. نحب نسلم على كل أهالينا في ولاية المنستير،
نقول لهم راني على ذمتكم، راني موجود، مش مزية، راني موجود في مجلس نواب الشعب خدمة لكم، صحيح نائب شعب لكن الأولوية ديما تقعد للجهة اللي يسحقني في أي حاجة. تفضل مرحبا بكم. بكري كنت نحكي مع الأخ مشكور جدا، قلت له راهو النائب قد ما تحط عليه ضغط وقد ما تعصر النائب قد ما تخرج أحسن ما فيه، على الأقل نحكي على روحي. فالنائب وحده راهو ما ينجم يعمل حد شيء، يلزم المجتمع المدني يحط له دوسيات ويلزم يتابعوا فاش قاعد يعمل، وأنا نستنى فيكم بتجيبوا له دوسيات ونخدموا إن شاء الله بإذن الله مع بعضنا نقدموا بجهة المنسير. نحب نكمل ونقول اللي مازلنا ماشيين في الاتحاد الشعبي الجمهوري في سياسة حمائية اقتصادية إن شاء الله نقنعوا بها الخيان الكل اللي هي الوحيدة كفيلة اليوم باش تحسن الدينار التونسي، باش تشغل اليوم صغيراتنا، باش تخلي فما قدرة تنافسية للمؤسسات الصغرى والمؤسسات المتوسطة اللي هي 95% من نسيج المؤسسات اليوم في تونس، واللي تقريبا 50% اليوم على باب إفلاس، واللي هما مش شوية راهم 10,000 مؤسسة. سيد النائب شكرا لك. شكرا لك. صح. المجال ليك سالي الطياشي، تفضل. شكرا. أنا في مواصلة مع ما تعهدت به سابقا وما وعدت به سابقا. مجموعة النصوص الاقتصادية تقدمنا فيها بمشاريع قوانين اللي نعتقدوا ماهيش باش تكون محل تجاذبات سياسية، لأنها في مصلحة الوطن وفي مصلحة الاقتصاد. بالمقابل سندعم مشاريع قوانين الاقتصادية والمالية اللي ما تخليش الفقر مؤبد ومأسسة للفقر بصندوق فقر أو غيره. احنا ماشيين في هذا، نحب اقتصاد مبني على الخلق والابتكار وعلى العمل. ماشيين أيضا في كل ما يحظ على رقمنة الصناعة اللي 90% في تونس منها تحويلية. متعاهدين أيضا بقانون زجر الاعتداءات على القوات الأمنية اللي هو محل نظر لجنتنا الآن، ومتعاهدين أيضا باش نحيطوا بالمعاقين في تفعيل قانون التشغيل متاعهم. على مستوى جهتي أنا نوعد ناخبية ونوعد غير ناخبية وأهالي ولاية بنزرت الكل أني باش نكون في كل شبر من الولاية، وأنا بديت من أول ما بدأت حياتي النيابية ما انقطعتش، وكل مشاكل جهتي مواكبها وكل إشكالياتها نحاول نحلها. وإحنا عينين ولاية بنزرت، إحنا وذنين ولاية بنزرت، وإحنا اللي ندافع على ولاية بنزرت في كل شبر منها. اليوم نقول اللي الجمعيات الرياضية تفتقد إلى بنية أساسية متطورة، ومشكلة النادي الرياضي بنزرت تعرفوها اليوم، مشكلة الطرقات، مشكلة المدارس، مشكلة المستوصفات، باش ندافعوا أيضا على مشكلة منزل بورقيبة وسبيتار منزل بورقيبة وفولاذ منزل بورقيبة، وإعادة تصنيف مستشفى منزل بورقيبة كمستشفى جامعي يكون قطب مشع على الجهة. هذا إضافة إلى تسهيل كل ما يهم الاقتصاد الرقمي في بنزرت اللي نعتقد أنه تحدي نجم تنجح فيه. شكرا لك سيد النائب. نعطي الكلمة مباشرة للنائب ياسين العياري. أيوة. به بالنسبة إلى دوري التشريعي، هو واجب لكن أتعاهد أنه ما يكون عندي حتى غياب إلا في حالة القوة القاهرة أو مريض لا قدر الله. صحيح ما عندناش عدد الكافي باش نقدموا مقترحات تشريعية أو في قانون المالي، لكن نحن معمل أفكار لا ينضب، ويدينا محلولة لكل الأطياف في كل الأحزاب، اللي يحب يخدم معنا نخدم معاه من غير عقد ومن غير حسابات. بالنسبة للدور الرقابي، كنا قدمنا اليوم في 100 يوم الأولى عندنا 100 سؤال كتابي، وأكثر من هذا. احنا مش يبنى الدور الرقابي متاعنا، احنا يهمنا الدور الرقابي متاع كل النواب. اليوم ما عندنا أبليكاسيون خدمناها احنا أمل وعمل على ذمة كل النواب من كل الأحزاب، إذا يحب يكونوا بيرفورمان ويخدموا الأسئلة متاعهم ويتبعوها هي على ذمتهم بلاش نستناو. فقط طلبنا من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أنها تعمل لها أوديت باش كنعطيو للنواب زملاء النواب حاجة يكونوا قامت بالصيانة متاعها والتثبت منها وكالة حكومية. بالنسبة للدور التمثيلي، كل أسبوع جهات سأكون في فرنسا الشمالية من شرقها إلى غربها. ثم الصفة والمصلحة اللي عند النائب، النائب اليوم ينجم يمشي لوكيل الجمهورية ويقدم قضية بمن يريد. كنت قدمت 12 قضية في الدورة اللي فاتت ضد وزراء ونكزرشيس. الدورة هذه استفتحناها في وزير التكنولوجيا الاتصالات 3 قضايا تصبوا اليوم. أتعهد أن كل شبهة فساد لن تكون لا حس العيات في بلاتو لا اتهامات باطلة، سأخذها كما هي ونحطها قدام القضاء. حاجة أخرى بالنسبة لسير الجلسات، عمرك لبستراني جايب بطانية وسكر المجلس معطلو، عمرك لبستراني كما كتلة سي عامر اللي كما عجبهمش قانون خرجوا باش يطيحوا النصاب وتخبي وراء الباب في تعطيل المجلس. كل الجلسات ستعمل معها بجدية، ستعمل معها بجدية الكل في الأخر، سأحاول أن أكون نائبا تفخرون به. ربي وفقني. شكرا لك سيد النائب ياسين العياري. شكرا لك خلود أيضا.
ملاحظه ملاحظه اذا عندك ملاحظات سيزيل بعد كل هذا الوقت ملاحظه شكليه بسرعه حول طبيعه المناظره. شوفي تم 27 نائب كان من حظهم انهم يكونوا في المناظره لافرزت السبعه نواب اللي موجودين الان. ثم 217 نائب اخرين عملوا حملات انتخابيه وموثقه وكان يمكن اختيار ناس منهم باش يكونوا موجودين. حاب نجيبوهم لا مش نجيبو مش نجيبو 217 نائب اما نغيروا شويه ربما في المقاييس باش نوسعوا دائره المشاركه في المناظرات. طبعا اعتمدنا على القرعه الفارطه. شكرا لكم الكل شرفتونا حقيقه. تفضل سي عامر تفضل. معنا فكره المناظره في ذاتها فكره جيده وهي جزء من الحياة المدنية والعيش المشترك. بارك الله فيكم نجحتوا في تنظيم المناظرة هذه ولكن ثم شوية فشل في الحياد الليلة في الوقت وفي طرح بعض الأسئلة معناها ما كانش ثم معناها ثم شوية فشل في الحياد. شكرا به. سي عامر هذه تقديرك أنت ونحترمه جيدا طبعا لكن كل عمل إنساني طبعا فيه نجم يكون فيه إخلالات كما نجم يكون فيه نجاحات. نشكرك على حضورك ونشكر كل النواب على حضورهم. نشكرك خلود ايضا. ملاحظه اخرى اخر ملاحظه نعدك ثلاث مره لكن شكرتني اربع مرات. شكر شكرتني اربع مرات. هيا حبيت نقول اللي بربي نتوجه بالكلمه هذه للشعب التونسي كل راهو اكيد ان النواب كل مش باهين واكيد ان النواب كل مش خايبين. احنا رانا نتاج ما اخترتوا انتوما كشعب. احنا رانا نتاج ربما وقفتكم على الربو وعدم اختياركم زاده لكن ما تنساوش اللي عندنا عائلات ما تنساوش اللي عندنا صغيرات ما تنساوش احيانا نقراوا بعض التعليقات وبعض من حقكم منكم تحاسبونا من حقكم منكم تعاقبونا من حقكم منكم تعلقوا من حقكم منكم تعملوا دي كومونتير لكن بربي من غير ثلب من غير تجريح ومن غير سب. شكرا وهذا صالح على جميع المجالات. شكرا لكم الكل. في ختام موعدنا الليله مع 9 اللي عنده ملاحظه يتفضل عن الكواليس اللي بعد مسيرش المليكي يحب يعلق. يعطيكم الصحة ملاحظتين هما كنت نحب نكونوا فما نساء موجودين خاطر النتيجة عطات هكاكا نعرف ولكن كنا نجموا نشوفوا زاد انا فاش نعملوا انه يجيو 4 نساء اخرين ابار الناس اللي قدموا وعود. وعندي سؤال وعلاش عباد حاطينه بالفوق وعباد حاطينه بلوطة؟ كنت نحب الناس الكل حاطين لوطة ومرحبا بالضيوف الكل. اي كيما في نفس الشيء المجلس عندكم نفس الشيء ابسوليومون. لا مش نفس الحكايه هي مش مشكل كيما انتم الفوق وهما هنا معناها مش مشكله. يعطيكم الصحه. شكرا لكم شكرا لكم الكل. في ختام ما عندكش ملاحظه ياسر العياري. في ختام موعدنا الليله شاكر مع 99 يوم من البرلمان ماذا بينا انه المناظره نتمناو المناظره هذه تكون عاونتكم في تقييم عمل النواب تعزيزا للدور الرقابي للمواطن واللي من غيره تبقى الديمقراطيه منقوصه. وطبعا نحن سلسله تونس تختار مهدت لترسيخ تقليد مواطني ضروري والتأسيس أيضا لثقافة المتابعة والتقييم. ونذكروا أن المناظرة هذه ما هي إلا بداية مسار الديمقراطية التشاركية واللي من خلالها طبعا المواطن يلعب في دور الشريك والرقيب في الشأن العام وهذا اللي نتمناه. واليوم الأمانة هذه نرجعوها لكم. المشوار مازال طويل لبناء ديمقراطية صلبة وثقتنا فيكم وفينا أيضا كبيرة لتثبيت الاستثناء التونسي. نشكر السادة النواب على حضورهم والتزامهم بقواعد التناظر شوي شوية مش مشكل وإجابتهم على أسئلة المواطنين بكل رحابة صدر وهذا الأهم على ما أظن. وشكر موصول شاكر للإعلام التونسي ومنظمات المجتمع المدني ولكل من ساهم في تأمين هذا اللقاء. طبعا ما يفوتناش باش نشكروا جنود الخفاء من تقنيين ومحررين اللي هم شطرا فيهم ونحييهم وساهموا في كتابة طبعا التاريخ وفريق مناظرة والشباب فريق طبعاً مناظرة طبعا فريق مناظرة زاد نحيوهم. شكرا لهم كل وفريقنا الرئيس هذا كيف كيف نحيوهم ياي رؤساء وأيضا فريق زاد كيف كيف الجمهور الحاضر معنا لهنا أيضا مرحبا بهم. شكرا لهم جميعا واشكروا شاكر وخلود تعبناهم برشا يعطيكم الصحة يعيشكم يفضلكم. شكرا شكرا على هذه الفرصة. شكرا لكم انتم السادة النواب اليوم اتحتوا لنا الفرصة. اسألوا على كل شيء الا العمل النيابي. شوفوا النواب في حاجات اخرى ومجالات اخرى تنجم تعطي انطباع اخر وفكرة اخرى للشعب التونسي. فكرة جميلة جدا هذه سيد نختموا عليها الفكرة هذه ونبداو نحضروا الى المناظرة. شكرا لكم وتصبحوا على خير. شكرا يعطيك الصحة.